النهارده ان شاء الله يا جماعه بنخش مع بعض في الجزء الثاني حاجه اسمها اسمعي بقى نظريات وضعت لتفسير الرابطه التساهميه. هنشرح حاجه اسمها يا جماعه طب اسمع كده حبيب قلبي عشان يبقى الموضوع واضح معاك. دي اطول حاجه عندنا في الباب، يعني عارف انت بمجرد لما تخلص نظريات شرح الرابطه التساهميه او تفسيرها كده خلاص الباب خلص. التناسقيه والهيدروجينيه والفلزيه اللي هم بقيه الروابط دول ما يكملوش حصه، هما الثلاثه بيتشرحوا في ساعه. خلاص الباب خلص كده ومبروك عليك. ده بالاضافه كمان للحاجات اللي ايه اتحذفت من عندك، في شويه حاجات كده جميله هم شالوها من المقرر، فخلاص الموضوع بقى سهل وبسيط. تمام، ركز بقى معايا كده عشان تفهم. اول حاجه ده للطالب اللي عايز يا جماعه يتعلم كده كويس ويبقى فاهم كل حاجه حصلت ليه كمان، لان النهارده هنشرح موضوعين مهمين جدا. المستر النهارده بيشرح حاجه اسمها نظريات معايا، ها وضعت ليه؟ احنا قلنا يبقى انا باذن الله هشرح لك نظريات وضعت، ها انا معاك، لتفسير الرابطه الايه يا جماعه. طب هنا حبيب قلبي هيبدا يسال اول تساؤل من قبل حتى ما اقول له مين هي النظريات. عارفين ايه اول تساؤل هيدور في بال اي طالب ذكي؟ ليه نظريات مش نظريه واحده؟ يعني مستر خالد ده لما جه يشرح الرابطه الايونيه الحصه اللي فاتت ما قالش نظريات، قال هي بتتكون ازاي على طول، قال مش عارف الفلز بيفقد يبقى ايون موجب صح، واللا فلز بيكتسب يتحول لايون ايه، وان الايون الموجب ينجذب للايون السالب بقوه تجاذب كهربي او الكتروستاتيكي فتنشا الرابطه الايه. طب ما كلام سهل اهو، ليه بقى كلكعت الموضوع وتقول لي والله كبرتوا الموضوع يا شباب وعامل لي نظريات وضعت لتفسير الرابطه الايه؟ انا بقى يا عم افهمك لو انت عايز تفهم. الترم الاولاني اللي فاكر واحنا بنفهم تركيب الذره، هل وصلنا لتركيب الذره مره واحده ولا كان في افكار مختلفه؟ اوه يا مستر ما تفكرنيش بالماضي، ده الماضي ده كان كله جراح. قلت له بقى ايه الجراح اللي كان فيه؟ قال لي كان فيه ديموقراطس ارسطو بويل ودالتون وتومسون وراذرفورد وبور ونظريه حديثه ايه وهلم جره كتير، كله كتير، ناس كتير قعدت تفتي صح ولا غلط. انا بقى هفهمك، كان كل ما بيحصل تطور في فهم التركيب الذري كان بيحصل تطور في فهم الرابطه الايه. فهمت ليه بقى هنا نظريات مش واحده؟ لان احنا كنا ماشيين مش عارف قال ايه، قال لك ان في مستويات طاقه رئيسيه، وبعد كده اكتشفوا لا ده في مستويات فرعيه، وبعد كده اكتشفوا ان المستويات الفرعيه دي جواها حاجه اسمها قر. فكان كل ما بيحصل تطور في فهمنا للتركيب الذري كان بيحصل تطور في فهمنا للرابطه الايه. وعشان كده انت في الرابطه التساهميه حبيب قلبي ما عندكيش نظريه، عندك ايه؟ نظريات. فهمت البدايه؟ انا احبك كده بص تبقى حتى دي فاهمها ليه؟ عشان في يوم من الايام ربنا يكرمك كده تبقى راجل محترم بتدرس طلب الجامعه او بتدرس طلبه كده مكاني، انا خلاص ابقى رحت كده وموت باذن الله ربنا يديك الصحه انت، كلنا هنموت يا سيدي. فانت تيجي ان شاء الله لما تيجي تحل محلي لا تبقى فاهم انت بتقول ايه. مش هي كده هتقول هو الكتاب قايل نظريات، احنا ليه نقول نظريه واحده؟ هم نظريات. لا اسمها كان كل ما بيتطور فهمنا للتركيب الذري كان كل ما بيتطور فهم الرابطه الايه؟ تعالى بقى نبدا باول نظريه عندنا يا جماعه النهارده واللي ان شاء الله بتاخد مننا ربع ساعه بس سهله خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، هنشرح حبيب قلبي نظريه اسمها نظريه الثمانيات. نظريه ايه يا باتا؟ الثمانيات. لا بصوا يا جماعه هي بصراحه ليها ثلاث اسماء. انا ماشي كده بالراحه عشان الجميله اللي ايه اللي جايه مركزه دي معايا. بتقول لك اسمها نظريه الثمانيات وهقول ليه؟ اسمها كمان نظريه او اسف النظرية الإلكترونية للتكافؤ، اسمها إيه؟ أو اسمها الأخير نظرية كوسل ولويس، مين ومين يا بطة؟ طبعًا حبيبة قلب اللي مركزة قالت لي آه، شكلهم كده دول الاتنين علماء اللي إيه؟ اللي حطوها، مين ومين يا بطة؟ لويس ده بتاع طريقة لويس النقطية؟ هو 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 هذا الرجل العالم اللي كان ليه فضل كبير جدًا بحاجات كتير. وكان ليه نظريه السنه اللي فاتت في تفسير الاحماض اسمها نظريه لويس لتفسير الاحماض، جت بعد حاجه اسمها نظريه ارهينيوس ونظريه برونيش تيدلوري، وجي بعدهم الراجل الطيب اللي اسمه لويس. علم يا جماعه علم، الناس دي قاعده تتعلم طول حياتها وتحاول تفيد العلم، ربنا يكرمه. وعشان كده انت بتقول اسمه النهارده صح كده؟ ازاي قلنا لك دايما الناس كده شوف ماتت اهي وخلاص وعلمها لسه بيتقال. نبدا بسم الله نسمع نص النظرية. أول حاجة أنا هقول نص النظرية وأفهمه لك وأفهمك ليه اسمها وأقول لك بعد كده اسمها ليه؟
كل كلمة هتفهمها. نبدأ بسم الله. النظرية بتقول ايه؟ النظرية بتقول، نص النظرية بيقول بخلاف الهيدروجين والليثيوم والبريليوم. بخلاف مين حبايب قلبي؟ طبعا انا عارف ان انتوا ما شاء الله عارفين ان بخلاف يعني ما عدا، صح؟ بخلاف يعني ايه؟ يبقى يلا، بخلاف الهيدروجين اللي كلنا عارفينه والليثيوم اللي هو Li 3 ومين يا بطل؟ بخلاف الهيدروجين والليثيوم والبريليوم، ايه بقى يا مستر؟ بيقول لك حبيب المستر تميل جميع ذرات العناصر، تميل ايه؟ تميل جميع ذرات العناصر للوصول، يا رب يفهموها لوحدهم، للتركيب الثماني حبايب قلبي اللي مذاكرين المستقر يعني الثابت. نتكلم بالعاميه مع بعض مع ان الكلام سهل. اي ذره، اي ذره مش دعوه بقى، هتحاول تخلي مستواها الاخير في كام الكترون؟ مش معنى 8 يا جماعه، لان 8 دي يعني ممتلئ، اللي هي بيسموها حاله. بس استنى، هم ما قالوش اي ذره مستر، ما تكروتش، هم قالوا كل العناصر باستثناء 3. مين هم؟ هيدروجين، ده كلامهم هم، انا ماليش دعوه هم صح ولا غلط. طب انتوا فاهمين هم استثنوا الثلاثه دول ليه؟ قالت لي فاهم، قالت لي عيب عليك، الاتش فيه الكترون واحد، هيروح ياخد 7 عشان يبقى 8؟ مجنون انت ولا ايه؟ ياخد واحد فيبقى كام؟ فيبقى شبه الهيليوم، يستقر بس مش هيوصل للتركيب الثماني، صح؟ طب مش الليثيوم 3 حبيبتي؟ الثلاثه توزيعهم ايه؟ 2-1 يمين ليه؟ هو بيفقد واحد وبالتالي بيستقر برضه بس ما بيوصلش التركيب الثماني. طب البريليوم ها؟ 2-2 يمين ليه؟ لفقد الكترونين بس فيستقر برضه بس ما يوصلش للتركيب. يبقى كل العناصر تميل للتركيب ما عدا مين ومين ومين؟ فهمت بقى هم استثنوا ليه الثلاثه دول؟ انا ماليش دعوه ده كلامهم هم، صح؟ وعشان كده بيسموا النظريه نظريه مين؟ في حد ما فهمش الاسم اسمه كده ليه؟ اوكتترول. اوكت يعني 8، فلما اقول لك اوكتترول يعني نظريه الثمانيات، يبقى اسمها نظريه الثمانيات عشان كل العناصر بتحاول تخلي المستوى الاخير في كام الكترون؟ بس مش كلها باستثناء مين؟ كده فهمنا الاسم الاولاني ونص النظريه، صح؟ طب حبيبه قلبي بقى قالت لي معلش يا مستر اسمها كده ليه؟ ليه بيسموها الايه؟ ها؟ ها؟ اسمع اسمع، بيقول لك ايه بقى؟ اللي هكتبه تحت ده تفسير، حيث اعتقدت النظريه، ده اعتقادها هي مش انا، ماليش دعوه. حيث اعتقدت النظريه، اسمعي دي، ان الربط التساهميه تنشا، وده كلامهم هم صح فعلا ده اللي قالوه، ان الربط التساهميه تنشا من تلامس الكترونات غلاف التكافؤ. يبقى النظريه دي يا جماعه كانت بتعتقد في التفسير ان الربط التساهميه بتنشا منين؟ واحده قالت لي ممكن يا مستر تفهمني؟ بابا دي ذره معاها الكترونات في المستوى الاخير اللي هي بيسموها الكترونات غلاف، ودي ذره ثانيه معاها الكترونات في غلاف، يتلامسوا مع بعض الكترونات غلاف التكافؤ فتنشا الرابطه الايه؟ وعشان تبعا لاعتقاد النظريه الرابطه التساهميه بتنشا من ايه؟ سموها النظريه الايه؟ للتكافؤ. اسمها الالكترونيه الايه يا جماعه؟ يبقى اسمها النظريه الالكترونيه للتكافؤ، او اسمها نظريه الثمانيات. اسمها الثمانيات عشان كل الذرات بتحاول توصل لتركيب الثماني الثابت. طب ليه اسمها النظريه الالكترونيه للتكافؤ؟ حيث اعتقدت النظريه ان الرابطه دي تنشا ازاي؟ من تلامس الكترونات غلاف. طبعا انا عارف ان انت على طول مستعجله، اول حاجه تسالني عليها طب النظريه دي ايه رايك فيها، صح ولا غلط؟ ثواني، صح ولا غلط دي انا ما اقدرش احكم عليها ازاي. تعال نجيب مركبات تساهميه ونشوف هل النظريه بتعرف تفسرها ولا النظريه عجزت. لو النظريه نجحت في انها تفسر الكل يبقى النظريه نظريه صحيحه. هنشوف بقى هل هي صح تماما، هل هي غلط تماما، هل فيها حاجات صح وحاجات غلط. انا ما اعرفش، انا وانت حكايتنا على الله. تعال نشوف. نعم ما اعرفش، مش احنا لسه بنجرب؟ انت مستعجله ليه؟ هنشوف، احنا شفنا وجهه نظرهم، نسمع ونشوف. الكلام اللي انا قلته حتى الان مفهوم؟ نعم. امال بتكون فين يا فندم؟ اذا كان انت قايل وتكوين روابط جديده
في جزيئات البقى. في ماشي حبيبي، يعني هنا بتكلم عن روابط كيميائية. يبقى هنا يا جماعة ادي غاز مين؟ الميثان. تعال نشوف هل النظرية نجحت فيه ولا لا. حبايب قلبي احنا اخدنا الحصة اللي فاتت ان السي دي بيسموها الذرة المركزية، وعلى فكرة الذرة المركزية دايما، او خليك في الجزئية كده، الاعلى في عدد التأكسد. الاعلى فين؟ طبعا دي بموجب اربعة، اسف دي هنا باربعة وكل اتش بواحد. المهم تعال بقى نشوف مع بعض السي اللي مذاكر سي ستة، توزيع الستة اتنين كام؟ يعني السي دي في المستوى الاخير كان معاها اربعة لو فاكرين الحصة اللي فاتت، ورسمنا الكلام ده مع بعض. يلا روح هتيجي اتش هنا تعمل ايه؟ رد تعمل رابطة. وهتيجي اتش هنا تعمل ايه؟ رابطة. وهتيجي اتش هنا تعمل ايه؟ طبعا كل اتش بتشارك بالكترون واحد. حلو. وهتيجي اتش هنا تعمل ايه؟ عينك على الاتش كده. الاتش بقى معاها كام الكترون؟ ودي معاها كام؟ ودي معاها كام؟ ودي معاها كام؟ يبقى الاتش وصل لاثنين. ايوه ايوه، ما هي النظريه ما قالتش انه هيبقى 8 صح؟ النظريه قالت ان هو مش هيبقى 8 اهو. خلينا بقى في السي، السي حوالي كام؟ 8. يبقى السي وصل للتركيب الثماني ولا لا؟ يبقى الجزيء ده ينطبق عليه نظريه الثمانيات ولا لا ينطبق؟ ينطبق عليه الثمانيات. الف مبروك، النظريه نجحت في ده. ده ماليش دعوه. طب ما تخش على واحد تاني يا مستر. حبيبه قلبي نخش على واحد تاني، رسمناه برضو الحصه اللي فاتت، ونجرب امثله غيرهم حتى. مش ده ان اتش 3؟ رد مين الذره المركزيه؟ عاش يا ابطال. الان، الان دي سبعه، توزيع السبعه. ولذلك قلنا اللي مش هيعرف يرسم هيضيع كل حاجه منه، كل حاجه معتمده على الرسم، ده لسه في رسومات كتير النهارده. واحد ها؟ تيجي اتش هنا تعمل رابطه، صح انا؟ وتيجي اتش هنا تعمل رابطه، وتيجي اتش هنا تعمل رابطه. عينيك معايا. الاتش بقى معاها؟ والاتش معاها؟ والاتش معاها؟ بالنسبه للاتش تمام. طب الان بقى حواليها كام؟ 8 الكترونات. يبقى النظريه دي ينطبق عليها الثمانيات ولا لا؟ الف مبروك، النظريه ناجحه. هي حتى الان انا ماليش دعوه، انا بقول ناجحه دي تبع اللي انا شايفه صح؟ طب والله مخسره فيكم. سي ال 2 نشرح حاجه سهله خالص اهي. يا سلام تعال. يعني ايه سي ال 2؟ سي ال هترتبط بمين؟ حبايبي عشان انا بس مش مراجع قوي معلش، هي السي ال معاها كام الكترون في المستوى الاخير؟ اصبر يا مستر، هي السي ال 17. يعني المستوى الاخير 7. يبقى هنا 1 2 3 4 5 6 7. انتوا فاهمين انا عامل ده كده ليه؟ عشان هتشارك بيه. كمل هنا. 1 2 3 4 5 6. دي هتشارك بالالكترون ودي هتشارك بالالكترون، فتنشأ بينهم الرابطه. سؤال، السي ال دي كده اهي اهي هخبي بقى معاها كام الكترون؟ ودي معاها كام الكترون؟ وصلوا للتركيب الثماني ولا لا؟ وصلوا. الف مبروك، الجزء ناجح. او اسف، النظريه تمام لحد كده تمام صح؟ ولسه يا اخويا، يبقى ثواني، انا عشان اعرف الجزء ده ينطبق عليه الثمانيات او لا ينطبق عليه الثمانيات بعرف ازاي؟ امسك الجزء وارسمه. لو لقيت الذرات ما عدا الهيدروجين والليثيوم والبريليوم وصلت للتركيب الثماني، يبقى النظريه ماشيه صح ولا غلط؟ في مشكله لحد كده؟ وعلى الرغم ان النظريه كانت زي الفل وكانت ماشيه حلوه قوي، الا ان احنا فجاه، اتفرج على المفاجاه دي، عيوب. معلش يا ابني مفيش حاجه كامله. عيوب ايه؟ الا ان النظريه ظهر لها عيوب. النظريه ظهر لها ايه؟ اسمعوا العيب الاولاني وهنفهمه مع بعض. اول عيب في نظريه الثمانيات، اسمع كده. واحد، لم تستطع نظريه الثمانيات. لم تستطع ايه يا بابا؟ لم تستطع نظريه الثمانيات تفسير العديد من المركبات التساهميه، او اسمها من الجزيئات التساهميه. مثل مين بقى؟ وهنشرح بالتفصيل. مثل، خد بالك اهو، ثالث فلوريد البورون. شفت انت؟ بس لو ما نستعجلش هتلاقي كل حاجه تيجي لوحدها. ثالث فلوريد ايه يا جماعه؟ اللي هو صيغته هتكون بي اف 3 زي ما هنشوف دلوقتي. استنى، مش بس هو، ولا خامس
كلوريد الفوسفور، مركب اسمه خامس ايه؟ ده كمان النظرية ما نجحتش فيه. بس ثواني بقى هنبهكم على حاجة، الفرق هنا بين طالب أزهر وهو بيذاكر وطالب عام وهو بيذاكر. طالب أزهر هيذاكر الأمثلة اللي جات له في الكتاب دي بالنص وامتحانه مش هيخرج عنها، لكن انت فاكر ان احنا في الامتحان هنجيب لك المركبين دول نقول لك هي ليه النظرية فشلت فيهم؟ انت تعبان ولا ايه؟ احنا هنجيب لك اي مركب ونقول لك هل المركب ده ينطبق عليه السومانيات ولا لا ينطبق؟ طب انا هعرف منين مركب مستر خالد ما شرحهوش ينطبق ولا لا ينطبق؟ هرسمه. لو لقيت الذره محاطه بثمان، كل ذره محاطه بثمان الكترونات يبقى يخضع لقاعده. طب لو انا عندي لقيت حد لا يخضع للسومانيات خلاص كده يبقى النظريه غلط. فهمت اللعبه؟ يبقى انت فاكر، اوعى تكون فاكر انك هتحفظ دول بس، ده احنا ادينا لك دول كمثالين عشان تفهم احنا بنعمل ايه. بص هنوصل ازاي. حبايب قلب اللي مركزين، مين الذره المركزيه هنا؟ البورون. حبيبي البورون عدده الذري 5، توزيع الخمسه 2 3، يبقى المستوى الاخير فيه كم؟ على مهلك خالص، ادي الكترون، ادي الثاني، ادي الثالث، هيعمل كام رابطه مع الاف؟ 3. انا معاك بالراحه اهو. هتيجي بقى اف هنا تشارك بالكترون، صح انا؟ اهي. واف هنا هتشارك بايه؟ بالكترون. واف هنا هتشارك بالكترون. حبايبي اللي مركزين برافو عليكم على السبوره، ذره البورون محاطه بايه؟ ما شاء الله عليكم. يبقى في الجزء ده اسمع اهو بعد الرسم، تكون ذره البورون ها محاطه بايه؟ محاطه بست الكترونات، محاطه بايه؟ طب سؤال يا جماعه، ده كده يخضع للسومانيات ولا لا يخضع؟ لا يخضع. انت قلت ان هم هيكونوا كام؟ جيت انا رسمت لقيت البورون محاطه بكام؟ استنى بس خد الثانيه، مركب اسمه خامس كلوريد ايه؟ حبايب اللي مركزين معايا على السبوره، مش البي 15؟ المستوى الاخير في كام الكترون؟ بس استنى بقى ما تتفاجئش باللي انا هعمله، هقول لك انا هعمله كده ليه. 5، قمت انا ارسم الخمسه ازاي؟ لان يعني في ناس هتستغرب دلوقتي، وان دي ناس كويسه مش وحشه ولا حاجه. 1 2 3 4 5. فهنا بنوته قاعده مركزه تقول لك ايه ده؟ هو ليه ما رسمش 1 2 3 ورسم الاثنين دول مع بعض؟ لا. ليه بقى؟ لان هنا في كام كلور جايه ترتبط معايا؟ 5، فهجهز لها 5 الكترونات لان كل واحده فيهم بتيجي تشارك. فهنا هتيجي السي ال الاولى محتاجه الكترون تشارك معايا صح؟ وتعمل رابطه كده، وهتيجي السي ال الثانيه ها وتشارك كده، وهتيجي السي ال الثالثه وتشارك كده، وهتيجي السي ال الرابعه وتشارك كده صح انا؟ وهتيجي الخمسه وتعمل ايه؟ وتشارك كده. ردي عليا بقى، ذره الفوسفور محاطه بايه؟ بصت البنت بعد ما رسمت قالت لي خد بالك من المفاجاه يا مستر، تكون ذره ها الفوسفور سامع محاطه بايه؟ محاطه ب10 الكترونات. طب ده ينطبق على السومانيات ولا يخالف؟ يبقى تعالى نرد على السؤال كاننا طلاب ازهر. سؤال بيقول علق، لا تنطبق او لم تستطع نظريه السومانيات تفسير ثالث فلوريد البورون ولا خامس كلوريد الفوسفور. يبقى انا هعمل ايه اول حاجه؟ هرسم واقوم اقول له لان ذره البورون تكون محاطه ب6 الكترونات بينما ذره الفوسفور محاطه، وهو ما يخالف نص نظريه السومانيات. قالت هيكونوا كام؟ 8. لا هنا طلعوا 8 ولا هنا طلعوا ايه؟ وبالتالي النظريه صح. ويبقى سؤال بقى، مش دول بس، اي مركب اجيبه لك واقول لك ينطبق عليه السومانيات ولا لا ينطبق هتعمل ايه؟ ارسمه. لقيت عندك الذرات كل واحده محاطه ب8 الكترونات ينطبق عليه السومانيات. طب لو لقيت واحده مخالفه للكلام ده؟ لا، يبقى اسمها لا ينطبق عليه قاعده السومانيات. ده استنوا بقى كمان، ده في حاجه كنت ممكن تعملوها من غير ما ترسموا، بس لو دي شغاله كويس. ده بص، لو متمكن بي اف اي 3، يعني البي عامله اف 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 كام رابطه؟ يبقوا كام الكترون؟ يبقى حواليها 6. بس تعالى لما يبقى رايق، طب ما انا في البي هنا سي ال كام؟ سي ال 5، يعني مرتبط ب5، يعني عامل رابطه 2 3 4 5، يبقى انا حواليها كام الكترون؟ اتفهمت دي كويس؟ وبالتالي استنى، كارثه هنا عملتها النظريه، هي كانت قايله بخلاف الهيدروجين والليثيوم وايه؟ البورون هو كمان ما بيوصلش للتركيب السواني اللي كنت بتسالي عليه. اتفهمت اللعبه؟ يبقى هنا هل النظريه نجحت حتى الان؟ لا، عندها عيوب اهو. اول عيب لم تستطع تفسير العيب من المركبات التساهميه. مثل مين يا فندم؟
وفي امثله غيرهم، في امثله غيرهم، يجيب لك المثال تعرف ازاي ارسمه. رقم اتنين بقى، بصوا عشان دي الاهم واللي هتجرنا للنظريه رقم اتنين، بيقول لك ايه؟ لم تستطع، لم تستطع النظريه، اسمعني يا بابا هنا، لم تستطع ايه؟ النظريه تفسير العديد من خواص المركبات التساهميه، او يقول لك الجزيئات التساهميه. ايه ده مستر؟ هو ايه اللي موجود عندي في الخواص النظريه دي ما يعرفش تفسره؟ هقول لك مثل حاجتين مهمين جدا هنشرحهم دلوقتي، مثل الشكل الفراغي والزوايا بين الروابط. ايه يا جماعه؟ واحده قالت لي معلش يا مستر انا مش فاهمه كويس الجمله دي، وضح. حاضر حبيبه قلبي، زي ما هتشوف معانا كمان شويه واحنا بنشرح النظريه الثانيه. خد المفاجاه دي، مش انتوا مثلا واخدين معانا من اولى ثانوي مركب زي الميه؟ الاو ده H2O. العلماء لما جم يدرسوه لاحظوا في حاجتين عايزين تفسير. ايه هما الحاجتين دول؟ واحد، ان الباشا ده، الباشا ده الزاويه بين الرابطه دي والرابطه دي تقريبا بتكون 105 درجه، بتكون كام؟ فقاموا سائلين النظريه هي الزاوية ليه طالعة كده؟ النظرية قالت لا والله احنا ما عندناش تفسير لموضوع الزوايا ده. استنى، الشكل هنا المركب ده لما بيتشاف بيكون شكله الفراغي عامل حاجة اسمها زاوية، بيسموها عندنا في الكيمياء زاوي. لا ده في مركبات تانية وفي مركبات على هيئة مثلث. فالنظرية هنا اتسألت هي ليه المركبات التساهمية أشكالها بتطلع كده؟ مفيش. طب ليه الزوايا بين الروابط كده؟ مفيش. يبقى هل خواص المركبات التساهمية تم شرحها بالنظرية دي؟ لا، النظريه دي ما عرفتش تفسر كتير جدا من خواص المركبات. اشهرهم مين ومين؟ المركب بيطلع له شكل. يا عم شكله ليه كده؟ لا والله ما نعرفش. طب المركب ما بين كل رابطه والتانيه بيكون فيه ايه؟ طب ليه الزاويه كده؟ برضه ماله؟ ما يعرفش. وبالتالي كده هل نظريه السمانيات نجحت؟ لا. ويبقى من اهم عيوب نظريه السمانيات كم عيب؟ اتنين، واحد لم تستطع تفسير العديد من المركبات التساهمية مثل بي اف 3 وبي سي ال 5. اثنين، لم تستطع النظرية تفسير العديد من خواص المركبات التساهمية اللي أهمها مين ومين؟ شكل فراغي وزوايا بين. ولذلك اسمعي بقى، ده هيجرنا للنظرية رقم كام؟ أهي النظرية دي رقم اثنين بقى يا جماعة. من قبل ما أشرح كلمة فيها، عارفين أي ما تعمل إيه؟ أي ما تشرح حاجتين، شكل فراغي وزوايا بين الروابط. تخيلي إحنا قايمين عشان نشرح دي بس، يعني النظرية اللي أنا هشرحها دي رقم اتنين مهمة جدا، أي ما تشرح مين ومين؟ اسمع بقى، وبكده هننتقل للنظرية رقم اتنين المعروفة باسم، اسمع كويس، نظرية تنافر أزواج الإلكترونات، والمعروفة باسم نظرية فاسبر. نظرية مين يا علا؟ أنا عارف إنك أنت جامد في الإنجليش، وإيه الموضوع ده بالنسبة لك ولا حاجة. يبقى النظرية اسمها نظرية مين؟ طيب لو عايز تترجم ال في اس اي بي ار او تقول فيسبر زي ما بيقولوا، دي ليه؟ فالانس شيل الكترون بير ريبالشن. فالانس شيل، فالانس شيل الكترونات التكافؤ، الكترون الكترونات، بير ريبالشن، ريبالشن تنافر. يبقى ترجمه اهي يا بابا، اهي يا بابا. يبقى النظريه اسمها نظريه ايه؟ تنافر ازواج الالكترونات، فالانس شيل الكترون بير ريبالشن. معايا كده؟ ريبالشن، عارفه الريبالشن؟ هو ده. صعب الكلام؟ الايه؟ البورون شبه فلز، بورون سيليكون جرمانيوم زرنيخ انتيمون تليريوم. معايا يا جماعه؟ اسمع يا حبيبي، ولا ما خدناهوش الترم الاولاني؟ اسمع بقى، افهم لك الاول بالعاميه قبل ما اروح للنص بتاعها، اصل في النص بتاعها واحد يقول لك ايه اصل النص صعب، ولا صعب ولا حاجه، قسما بالله ولا صعب ولا حاجه، بس نتفق. اولا كل الكلام اللي انا هقوله ده بيتكلم عن الذره مين؟ المركزيه، الذره ليه؟ المركزيه. حلو، مش الذره المركزيه دي زي ما قلنا الحصه اللي فاتت بيكون معاها الكترونات في المستوى الخارجي؟ حلو. فلو انت مذاكر كمان، عمك لولو كان مقسم الازواج دي لنوعين، يا رايقه، حر وايه؟ طب معلش نتكلم مع بعض شويه، ايه الفرق بين الحر والارتباط؟ روح ذاكر، روح. الحر
زوج الالكترونات الذي لم يشارك في تكوين الرابط. طب وزوج الارتباط الذي يشارك في تكوين، اللي يعمل الرابط يبقى اسمه زوج ارتباط بوندنج بير، بينما اللي ما يعملش الروابط يبقى اسمه لون بير زوج حر. صعب الكلام ده؟ طب انا يا عم الذره المركزيه هفهمك بالعاميه اهو. الذره المركزيه ان شاء الله بتجهز نفسها، بتجهز نفسها بالبلدي اهو علشان ترتبط. يبقى الذره المركزيه يا جماعه رايحه تعمل ايه؟ الف مبروك حبيبتي. يبقى الذره رايحه تعمل ايه؟ ترتبط. ايه اللي بيحصل بقى؟ هي معاها في المستوى الاخير حاجه اسمها الكترونات. مالها؟ بيقول لك ان الكترونات غلاف التكافؤ دي في الذره المركزيه بتبدا تتنافر وتبعد عن بعض. يا ترى يا جماعه هما بيتنافروا ليه ويبعدوا عن بعض؟ لان كل ما هيبعدوا عن بعض كل ما التنافر هيقل. طب ولما التنافر يقل المركب اللي هيتكون يكون غير مستقر ولا مستقر؟ اقل تنافرا يعني اكثر. ده ملخص النظريه. صعب الكلام؟ يبقى تاني، بس الكلام ده كله على الذره مين؟ يبقى اسمع كده. تتنافر ازواج الالكترونات، تتنافر مين؟ في مين؟ في الذرة المركزية للجزيء التساهمي، وتتباعد في الفراغ ويفضلوا يبعدوا عن بعض ويبعدوا عن بعض بحيث يكون التنافر بينها أقل ما يمكن لتكوين المركب الأكثر. يبقى يبعدوا عن بعض عشان التنافر يكون أقل، ولما التنافر يكون أقل ما يمكن شكل المركب، الشكل اللي هيتكون يكون أقل استقرارا ولا أكثر؟ يبقى نبدأ بالنص مع بعض باللغة العربية، ويا رب كده يا جماعة إيه؟ ما يبقى كلام وحش. يلا ها؟ نبدا. يبقى نص النظريه تتنافر مين؟ تتنافر مين يا بطة؟ تتنافر ازواج الالكترونات. اقف يا مستر. قصده مين يا بطتي بازواج الالكترونات؟ عيب يا مستر. يا مستر قصده ازواج حره وازواج مين؟ يبقى يلا تتنافر ازواج الالكترونات ها في الذره مين؟ في الذره المركزيه للجزيء التساهمي. في الذره مين حبيبتي؟ في الذرة المركزية. سامع لمين؟ أكمل ها؟ بحيث يكون إيه؟ برافو. بحيث يكون إيه؟ قولي يلا ما تخافيش. بحيث يكون سامع التنافر بينها ماله؟ ممتازين. بينها أقل ما يمكن لتكوين شكل المركب. أيوة كده، لتكوين شكل المركب الأكثر ثباتا واستقرارا. لتكوين إيه؟ ويا ريت يا جماعه لما اجي اسال واحد في النص ده شفوي ما يجيش يقول لي اصل صعب. يبقى اهو نظريه التنافر، تتنافر ازواج الالكترونات في الذره لو هو متخيل المركزيه للجزيء التساهمي، وتتباعد في الفراغ ويبعدوا عن بعض بحيث يكون التنافر بينها لتكوين شكل المركب الاكثر. اسالكوا تاني، استنوا بس دي حته مهمه. الازواج كام نوع؟ ازواج ايه يا حاجه؟ وفي النظريه دي زي ما احنا عارفين، وعمك لويس قال قبل كده ان في حاجه اسمها ازواج ايه وفي حاجه اسمها ازواج ايه. طب عايزين نعرف يعني ايه ازواج ارتباط وازواج حر. اسمعيني اسمعيني بس، ما تتكلمش. احنا الحصه اللي فاتت شرحنا تعريف لدي وتعريف لدي، صح؟ انا والله العظيم ما بنكر ان هو صح، والله صح، ولو غلط ما كنتش قلته اصلا. ايه هو الزوج الحر؟ زوج الالكترونات ماله؟ الذي لا يشارك في تكوين. طب ايه هو زوج الارتباط؟ طب اسمع بقى حبيب قلبي، هنقول كمان تعريف، ركز هنا، للزوج الحر وزوج الايه الارتباط. تعال مش انت سالتني؟ تعال 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 يا حبيب. عشان يفهموا التعريف بس مش هيفهموا غير كده اصلا. شد الكترونك، شد، ما تشدش قوي يعني كده. ماشي يا راجل، ده انت ميلت كده وبتشد يا راجل. ده زوج ايه؟ وده زوج ايه؟ باين عليه. استنى بقى عشان لما اقول التعريف ما تتخضش. زوج الارتباط، شد كمان شد كمان، هو زوج الالكترونات الذي ينجذب. الزوج ده اهو ينجذب يعني مشدود من جهه واحده ولا من كلتا جهتيه؟ والله العظيم باينه. زوج الارتباط هو زوج الالكترونات الذي ينجذب من كلتا جهتين، يعني من الناحيتين مشدود، صح؟ لذرتين متماثلتين او مختلفتين، صح؟ مش ممكن الذرتين دول يبقوا اتش مع اتش مثلا؟ ومش شرط يبقوا اتش مع اتش، ممكن يبقى اتش مع اف او او مع اي حد، صح ولا غلط؟
يبقى اسمع زوج الارتباط هو زوج ايه؟ هو زوج الالكترونات الذي ايه؟ ينجذب منين؟ من كلتا جهتين الى ذرتين مالهم؟ متماثلتين. طب ما تقولوا انتوا بقى الزوج الحر بقى، قولوا انتوا الزوج الحر بقى. الزوج الحر هو زوج الالكترونات الذي ينجذب من احدى جهتيه اللي هي من جهه واحده صح؟ لحاجه اسمها الذره المركزيه صح؟ بينما اسمع الجمله دي ينتشر فراغيا في الجهه الاخرى. واحده قالت لي يعني ايه ينتشر؟ بص حر الحركه يا بت، عشان كده سموه حر. فهمتي حاجه؟ فهمتي الفرق بين تعريف زوج الحر والارتباط؟ استنى هنا استنى تمشيش. يبقى نسمع التعريف تاني. ايه هو زوج مكسوف ليه؟ لا انا عايزك تبقى كده، انا هشهرك تنشهر. اه لا 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 ما قلتليش ليه كنت عملت حسابي يا مستر. لا 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 يبقى يلا يا جماعه ايه هو زوج الارتباط؟ ايه هو زوج الارتباط؟ قول قولوا ها. يبقى هو زوج الايه؟ اسمع، هو زوج الالكترونات الذي ينجذب منين؟ الذي ينجذب قول يا ولا من كلتا جهتيه لذرتين مالهم يا بتة؟ عيب عليك يا مستر، لذرتين متماثلتين. الله ينور عليك يا بطيختي، كده انت ماشية زي الفل. طب ما بالمرة بقى ربنا يبارك في أعماركم، إيه هي الأزواج الحرة؟ مستر هي أزواج أو هو زوج الإلكترونات التي تنجذب، أو هو زوج الإلكترونات الذي هو زوج الإلكترونات الذي إيه؟ الذي ينجذب. ايه بقى حضرتك؟ بيقول لك الذي ينجذب من احدى جهتيه للذره مين؟ بينما ايه من الجهه الاخرى؟ بينما ينتشر فراغيا. وينتشر يا حبيبي يعني بيكون حر الحركه. بينما ينتشر فراغيا من الجهه الايه؟ حلو الكلام؟ اسمعوا بقى عشان بس لما تيجي تقارن والله هزعل لو ما فهمتش دي. حيث قسم العلماء التنافر إلى ثلاث درجات. يبقى التنافر يا جماعة قوة التنافر متقسمين كام درجة؟ من الأقوى للأضعف، أو بلاش هقول هقول من الأقوى للأضعف. واحد قال لي إزاي ثلاثة؟ بابا هو مش إحنا عندنا أزواج حرة وارتباط؟ ممكن زوج حر يتنافر مع حر زيه صح؟ يبقى ده اسمه تنافر بين إيه وإيه؟ زوج حر مع زوج حر، وممكن ارتباط مع ارتباط صح كده؟ أدي الحالة الثانية. وممكن إيه كمان؟ يبقى التنافر كام مرة يا هانم؟ ايه وايه وايه؟ ممكن حر مع حر او ارتباط مع ارتباط. طب استني بس انا بحفظت حد كلام. اقوى اقوى تنافر حر مع حر بس يا بط. اقوى تنافر ارتباط مع ارتباط. والله انت بطيخه وقرعة. حر مع ايه؟ ده اقوى تنافر. اضعف تنافر ارتباط مع ايه؟ ده أضعف حاجة وهثبت لك دلوقتي. بينما التنافر المتوسط يبقى التنافر كام درجة؟ أسمع، حر مع حر وارتباط مع ارتباط. في واحدة بقى مش مصدقة إن حر مع حر بيكون أقوى تنافر. بص يا بابا بص بص أنا هقنعك أنا هقنعك إحنا هنغلب معاكي. حر ده ولا ارتباط؟ باين عليه؟ عجباك يا حركة إيه؟ تضحكي تضحكي كويس شايفك بتضحكي من جوه كده. ودي ايه يا بت؟ يلا بطيخه دي ايه؟ شطوره. بصي دول اتنين احرار هم. بص 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 يا نهار ابيض. تخيل بص ان حر جاي يقرب من حر. تخيل انت الكترون سالب او زوج حر وانا زوج ايه؟ اتفرج اتفرج على المنظر ده. بص ما تخافش ما تخافش ما تخافش. قربوا قربوا صح؟ اول ما هيقربوا كده يا نهار ابيض على اللي حصل. التنافر خلى ده يترمي يروح كده وخلى ده يترمي يروح كده صح؟ تنافر شديد باين عليه والاثنين قاموا متحركين بعيد عن بعض. شد بقى كويس شغل اهو حلو كده. ده ايه وده ايه؟ اتفرج على المنظر الجاي بقى اهو. الحر بيقرب للارتباط صح؟ بص 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 الحق ده ما عرفش يتحرك صح؟ ليه ما عرفش يتحرك زي المره؟ عشان مشدود من ناحيتين يا بطيخه صح ولا غلط؟ فهنا التنافر باين عليه انه مش بنفس القوه بتاعت المره اللي فاتت. شفت الرزعة مرة فاتت؟ هنا المرة دي بص هو ايه يا اخويا ده؟ ايه المياعة دي؟ أقل صح؟ تعالى بقى بص على التالت.
بص يلا انا بفهمك ما بهزرش معاك، انت اصلا مالكش هزار. بص بقى اتفرج، دارت باتو ده ايه؟ شد يا ابني الكتروناتك عدل. اشد ازاي؟ انا مش عارف اشد، انا مشدود. المهم بص اهو مشدودين اهو. بص بقى، بص التنافر عامل ازاي؟ مفيش، ضعيف جدا. ليه بقى؟ لان الارتباط معاه يبقى جيب اخواتك في البيت والعب معاهم كده. خلاص اقعد اعمل له بص يلا مفيش تنافر. يبقى التنافر كام درجه؟ اقتنعت؟ والله مقنعه اهي. لو ما اقتنعتش بعد كده يبقى اكيد انت محتاج مدرس اقوى. انا ده الليمت بتاعي، الليميتيشن اخر كده، دي اقصى طموحات. انا ما بعرفش اشرح اكتر من كده. هي بص حر مع حر كانت قويه جدا. لما كان واحد ارتباط وواحد حر يا دوب بص عملت كده. لما كانت ارتباط مش عارفين لانهم مشدودين منين؟ من ناحيتين، فبيكون التنافر اقل منهم. اتفهمت الدرجات؟ اسمع بقى اخر حته ونبدا نرسم. اسمع بقى، مش بس كده، اخر حته في النظريه. حيث يرمز، بص يا بابا، حيث يرمز او ترمز النظريه للجزء التساهمي باختصارات. يبقى اي جزء هنرسمه دلوقتي يا جماعه هيرمز له بايه؟ اسمع الاختصار. A X N E M. بالراحه يا قطه. يبقى هنا يا جماعه النظريه هتبدا تعبر عن اي مركب هنرسمه كمان شويه بايه؟ طبعا واحده قالت لي هو مين يا اخويا اللي ايه؟ ومين اللي اكس؟ ومين ان؟ ومين اي؟ ومين ام؟ بالراحه. حيث ايه يا ست الكل؟ هي الذره المركزيه، مش اي مركب تساوي فيه ذره مركزيه؟ الذره دي يا حبيبه قلبي، حبيبي ركز هنا. بيكون فيها ازواج ايه وازواج ايه؟ بالراحه. يرمز لاكس، اكس دي ترمز لمين؟ ازواج الارتباط. يبقى مين اكس؟ طب رد يا هانم، يبقى مين ان؟ هيبقى عليك يا مستر طلابك مركزين، لو دي ازواج الارتباط يبقى ان عدد ازواج مين؟ طب ما يلا بقى بطيختي كده، انت مش محتاجاني في اللي جايه. يبقى مين ايه يا ست الكل؟ عيب بقى، عيب عيب يا مستر لما تسالنا الاسئله التافهه دي. يبقى ايه رمز المين؟ ازواج حره، شاطره يا بت. ويبقى مين ام؟ عدد الازواج الايه؟ اتفهمت اللعبه دي كويس يا جماعه؟ فهمتوا الاختصار؟ تعال اوريكم مثال قبل ما نروح هناك نبدا نرسم. تعال تعال، مش احنا شرحنا جزيء غاز انه شادر؟ بالراحه. مش دي الذره المركزيه؟ ايه؟ رد عليا بالراحه. معانا كام ارتباط كام حر؟ معانا 3 ارتباط وواحد حر، يبقى الاختصار ايه؟ اكس 3. في حد مش فاهم؟ 3 ارتباط وإيه واحدة. صعبة؟ طب بقول لك إيه؟ تفتكر مركب أخدناه الحصة اللي فاتت هرسمه كده بسرعة وأمسحه زي المية؟ المية H2O صح؟ أهي الأو، وهنرسمه تاني كمان شوية. الأو دي معاها في المستوى الأخير 6 إلكترونز، 6 صح؟ 1 2 3 4 5 6. آدي H وآدي H. حلو الكلام؟ في الجزء ده في كام ارتباط وفي كام حر؟ في 2 ارتباط و2 حر. يرمز ليه بالاختصار مين؟ A X2 E2. لا يا فادي، صعب الكلام ده؟ حلو. بص يا عم الناس، انا هشرح النظريه الاول او هشرح الكلام بشكل مبسط وهفهمك كل حاجه، وهشرح لك زي كتاب المدرسه بس مش زيه قوي، يعني هحاول ان انا اعلي عليه شويه عشان يعني يبان عليا ان انا مدرس شاطر. يبان هو مش كده حقيقي، دي مش حقيقه طبعا، انا بحاول اجتهد. كلنا بنحاول نعمل ايه؟ انت اكيد بتجتهدي في شغلك، بتجتهدي ولا لا؟ انت اجتهدتي؟ لا. بص اهم حاجه، والله العظيم البنت دي كويسه برضه. ليه؟ اهم حاجه انك تكون صريح مع نفسك، بس اسوأ بقى اللي اهم من انك تكون صريح مع نفسك ان انت عندك مشكله، يعني عارف انا يعجبني قوي. يعني والله العظيم تقول لك ايه؟ لا انا ما اجتهدتش. طيب بس ايه بقى الفكره؟ مش ان انا ابقى عارف ان انا ما اجتهدتش واسكت على كده، احاول اجتهد. ودي بقى الكارثه اللي احنا يعني اللي احنا واقعين فيها وبنحاول نعلمكم من سنه تانية، ان تطلعوا تالتة برضه نفس المشكله، اللي هو يا ابني اعدل بصلتك. يعني ايه اعدل بصلتك؟ خلي طريقك التزام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، بص بكده بيقارن لك بين الاثنين، بيقول لك افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى
أما يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني الاثنين مش زي بعض صح؟ وهنا السؤال غرض الاستنكار والتعجب، هو ربنا ما بيسألش، هم أكيد مش زي بعض صح ولا غلط؟ فأنت مش ممكن واحد ماشي عمال يقوم ويقع وينكب على وجهه، مش ماشي عدل، هيبقى زي اللي بيمشي على صراط مستقيم، ما ينفعش. فحضرتك ماشي مفيش مانع، بقول لك ايه، لا انا ما اجتهدتش. طب امتى بقى هتاخد القرار؟ اصل خد بالك، انت فاكر ان النجاح ده بيبقى عباره عن مجهود؟ انا بعتبر ان النجاح في البدايه قرار، يعني تقرر الاول من جواك انا باذن الله هجتهد واكون بني ادم ناجح، ونيتي لله لا 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 ان انا مش هطلع واحد من ضمن الوحيد، انا هطلع الاول على مدرستي، انا هطلع الاول على كليتي، بقول لك ايه، انا هبقى احسن مدرس في محافظتي. نيتي يا عم، انا مش قصدي الغرور والكبر، انا قصدي ان انا يبقى عندي النيه ان انا اجتهد واوصل، دي موجوده. النيه دي بقى كمان عشان تبقى نيه صالحه، تبقى نيه وخلاص ولا يتبعها عمل صالح؟ نيه صالحه يتبعها عمل صالح، هتشوف نتيجه قسما بالله ما كنت اتخيل في يوم من الايام انك ممكن توصل للمكانه دي. بس كده. وانا بقول دايما انا لم اكن شخصا ناجح، انا طول عمري في الدراسه عمري ما طلعت الاول على مدرستي. هقول لك الحاجه، عمري ما طلع ليا ترتيب اصلا، يعني مش في الخريطه، انا مش في الخريطه. هقول لك في الكليه لم اكن يوما مرتب على الدفعه، بالعكس انا تقدير العام جيد جيد، يعني في جيد جدا وفي امتياز، انا يعني ايه اللي هو ايه يلا. ليه؟ لان انا كنت زيك مش واخد قرار ان انا ابقى. في يوم ما خدت قرار بس ان انا هشتغل وابقى، ايه ده يا عم ده، الحمد لله بصيت بقى، ومن بعدها قررت ان ما ينفعش ارجع للحال اللي كنت عليه، لان كان حال سيء. انت ازاي كنت راضي تعيش كده؟ ازاي راضي كل الناس تسبقك؟ وبعدين تسبقك في ايه؟ عارف انت لو سبقوك في امور الدنيا ما يسبقوك، يعني ايه المشكله واحد قاعد في شقه احسن من شقتك؟ طز، لان الشقه دي متاع دنيا صح ولا غلط؟ ايه المشكله واحد راكب عربيه احسن من عربيتك؟ برضه طز وطزين. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر ها برضه متاع دنيا. لكن يسبقك في دين ليه ويسبقك في علم ليه؟ يبقى احسن منك في الاثنين دول ليه؟ دول بس دول يسبقك فيهم ليه؟ ما يسبقنيش. ودول بقى خد بالك، وتخيل ان الحاجات دي اللي هي الحاجات المهمه دي المنافسه مفتوحه للكل والكل يقدر، صح ولا غلط؟ يعني مش معموله بس للي عنده فلوس. يعني سؤال، هل اللي عنده فلوس بس اللي هيقف بين ايدين ربنا ويصلي؟ لا، ده انت وقت ما تحب وقت ما تحب صح ولا غلط؟ هتخش الحمام تتوضا وتقوم تصلي صح؟ فتسبق كل اهل الدنيا بعبادتك. اتنين، وقت ما تحب هتبدا تذاكر ان شاء الله، حتى لو مفيش مدرس هتبدا تفتح اليوتيوب وتتفرج على مدرس فتتعلم صح ولا غلط؟ ده بقى اللي انا بكلمك فيه، ان انت تاخد القرار من جواك ان لا اللي فات ده ما كانش صح، فهمت؟ هتلاقي حالك اتغير. وخد بالك، بمجرد ما نجحت مره، يعني العيال اللي بتنجح وتطلع اول مدرستها دي ولاد الذين، ايه اللي بيخليهم يستمروا؟ لانه بيدوق طعم النجاح مره. واللي بينجح مره ده ويجيب الترتيب، عارف انت لو طلع في المره اللي بعدها الثاني تلاقيه عنده ارتكاريا، في حاجه غلط ازاي. بس اهم حاجه دي ما تبقاش بغل، اللي هو ازاي انا رقم اتنين، ازاي ده سبقني. لا، هو سبقني لان هو اجتهد اكتر مني اكيد، وربنا سبحانه وتعالى كتب له التوفيق. اما انا ربنا سبحانه وتعالى اختبرني، مفيش مشكله، باذن الله انا هجتهد وهكون احسن منه في اللي جاي. فهمت اللعبه؟ فانت بقى كويس، حلو قوي، انا ما اجتهدتش. ايوه بحاول بس مش قادره. اجمدي بقى. بص بقى، هنشرح زي ما الكتاب شارح. عشان نشرح زي ما الكتاب شارح هنعمل ايه؟ احنا عندنا ست مركبات، كم مركب؟ بص يا حبيب قلبي، انا احب ارتب الفكره كده، هملأ لك السبوره دي كلام دلوقتي، بس ما تخافش ما تخافش، انت حبيبي وانا مش هصعب عليك. هنا هنشرح حاجه اسمها الجزيء، هنشرح حاجه اسمها ايه؟ صيغته الكيميائيه يعني، الرسمه هنرسمه. بعد ما نرسمه هنعد الجزيء ده في كام زوج ارتباط وكام زوج حر، ونشرح حاجة اسمها المحصلة. فواحدة بطيخة ملهاش في العربي زي المستر بتاعها، قالت لي ايه المحصلة دي؟ مجموعة الاتنين يا باتا، مجموعة الاتنين يا قطة. بعد المحصلة هنجيب حاجة اسمها الشكل الفراغي، شكل ايه؟ وبعد الشكل الفراغي هنجيب حاجة اسمها ترتيب الأزواج، ودي هشرحها في الآخر خالص. وفي النهاية هنشرح حاجة اسمها الاختصار. طبعا في واحده كده تبقى قاعده اول ما تبص للمنظر تقول لك ان شاء الله كده داخلين على سواد. لا سواد ولا حاجه، احنا هنمسك كل مركب مع بعض وهتشوف السهوله بمجرد ما هنرسمه مع بعض. هنكتب عنه سبع حاجات، مين هو، في كام زوج ارتباط، في كام زوج حر، المحصله،
شكل فراغي، ترتيب ازواج، واختصار. وتخيلوا ان انتوا اللي هتعملوا كل ده وانا هعمل دي بس. الكلام ده مستر من اول مثال. اه يا ست الكل من اول مثال وهتشوفي. مش بس كده، في الواجب عندك هيبقى مطلوب منك ترسم الرسومات دي كلها، الست اللي انا هرسمه، مع التاكيد على حاجه. نبدا باول جزء، اول مركب عندنا يا جماعه، انا هكتب الصيغه ونبدا نرسم على طول، اسمه بي اي سي ال 2. ممكن اسال سؤال؟ مين الذره المركزيه؟ احسنتم، البي اي. بس انا عايز انبه على حاجه عشان ما نزعلش من بعض. بي اي سي ال 2 هيطلع شكله زي بي اي اف 2 او بي اي اي 2، فاهمين حاجه؟ المهم ان الذره المركزيه مين؟ وعامله كام رابطه؟ ماليش دعوه بقى عاملاهم مع سي ال، عاملاهم مع اف، عاملاهم مع اي، فاهم حاجه؟ يبقى الموضوع كله معتمد على الذره المركزيه ولا اللي مرتبط بيها؟ الذره المركزيه، احنا مالنا باللي مرتبط بيها؟ يا عم بص اسمها بي اي اكس 2، حلو كده؟ اكس اي حاجه. يلا نبدا، مين الذره المركزيه؟ اتفضلوا قولوا. بي اي. السؤال رقم 2 لحبايبنا الحلوين اللي قاعدين مركزين. بي اي عدد الذره 4، توزيعه الالكتروني 2 2. حلو، معاه كام الكترون في غلاف التكافؤ؟ معاه كام؟ 2. يا ترى يتحط واحد كده وواحد كده؟ قالت لي لا، روح ذاكر، شكلك كده ما ذاكرش الحصه اللي فاتت. قالت لي حط واحد هنا وواحد هناك. برافو، زي ما احنا قلنا الحصه اللي فاتت، مش بي وبي اي، ادي الكترون. طب ليه التاني راح الناحيه التانيه؟ ليه يا مستر؟ احنا 2، ده لا ده بتشرح لي الرياضه كمان. احنا 2 وده شكل مسطح ان شاء الله، يعني قول ان شاء الله. فاحنا 2 360 على الاثنين، بشرح نفس الرياضه كمان، انا في الرياضه بحاول اطور نفسي. يبقى الزاويه كام؟ يبقى واحد يروح كده وواحد يروح كده. ولا في كام سي ال جايين يرتبطوا بينا؟ ادي السي ال الاولى هتشارك بايه؟ الله عليك. وادي السي ال الثانيه هتشارك بايه؟ ادي رابطه وادي رابطه. يلا حبايب قلبي، كم زوج ارتباط؟ كم زوج حر؟ كم محصلة؟ لحد كده صح؟ شفت العيافة؟ ادي جدا اللي بتقول. استنى استنى، شكل الفراغ بيتعمل ازاي؟ بنوصل ازواج الارتباط بالذرة المركزية. بنوصل مين بمين؟ واحدة قالت لي انت جاي النهاردة تشرح كلام تافه ومفيش كلام صعب، يا ريتنا ما كنا جينا. الشكل ايه يا بطل؟ خطي، بيسموه ايه؟ اه صح، خط مستقيم. ترتيب الازواج خطي. قولوا انتوا اخر حاجه. اختصار يا ست الكل ايه؟ برافو. اكس 2 عندك ايه ولا ما عندكيش؟ ما عنديش. الذره المركزيه ايه؟ صح كده؟ ومعانا كام ارتباط؟ طب ليه ما كتبتيش ايه؟ ما فيش حر، مش انت قلتي ده اكس ده ازواج الارتباط؟ يبقى اكس 2 وما عنديش ولا ايه. صعبه اول رسمه؟ اتفهمت كويس؟ مركب رقم 2 هتشرحه معايا مركب اسمه بي اف 3. مين الذره المركزيه؟ احسنتم واحسنتن. ادي البي الذره المركزيه، بورون. بي عدد الذر كام؟ 5. توزيع الخمسه، احسنتي يا بطه، احسنتي يا قطه، قولي يا بابا كام؟ 2 كام؟ 3. ارسم الثلاثه ازاي؟ انت بقى مستر بص مش عارف، لا ابعدهم كده عن بعض. طبعا لان انا ماليش في الرياضه قوي، هي قالت لي انا هفهمك، هفهمك عشان شكلك على قدك. هفهمك برضو، ما انت المستر بتاعنا ولازم نعلمك. لا لا مثلث. بس فاهمين هم ليه بعدوا عن بعض كده؟ قالت لي يا مستر 360 درجه واحنا 3، يبقى الزاويه بين كل واحد والتاني 120. خلي الدماغ دي شغاله رياضه. وايه علاقه الرياضه بالكيمياء؟ العلوم تتكامل مع بعضها ولا تتعارض يا ست الكل. العلوم مالها؟ اوعى تنسي ان وانت لسه صغيره وطالعه من اولى ثانوي كده فرفوره، قلت لك الكيمياء مركز العلوم، صح؟ لانها تتكامل مع العلوم الاخرى وتعد امرا اساسيا في فهم وتفسير الظواهر في العلوم الاخرى. يلا بقى، يلا يا بت، يلا يا بت قولي. ادي اف اف اف، مش قصدي حاجه يا جماعه، ادي ايه؟ ادي ايه؟ اف اف ايه؟ الاف دي شاركت بالكترون، والاف دي شاركت بالكترون، والاف الاخيره عملت ايه؟ يلا يا بطه يا اللي مركزه معايا على السبورة عشان ما ازعلش واتضايق. كم ارتباط؟ 3. كم حر؟ 3. كم محصله؟ 3. انتظر انتظر، وصل دي بالذره المركزيه، وصل دي بالذره المركزيه،
وصل دي بالذره المركزيه. ثواني بقى، انا عارف واحده عايز تقول ايه، واحده بطيخه عايز تقول هرم. افهمكم حاجه في الرياضه، ايه اللي يخلي الجزيء ده يبقى هرم او مثلث؟ البي. البي لو في نفس المسطح، فاهمين حاجه بتوع الرياضه؟ يعني لو البي في نفس المكان هنا معانا كده مستوي يبقى ده مثلث. طب لو البي طلعت فوق؟ لا هيبقى هرم، هتبقى كده صح؟ لا البي ما تطلعش لفوق، بتكون في نفس المستوى، فالشكل ده ماله؟ وهقول ليه كمان شويه، بيكون مثلث، فيسموه في الرياضه مثلث مستوي. مثلث ايه يا بطه؟ مستوي اهو، احنا قلنا مستوي اهو. طب ترتيب الازواج مثلث مستوي. يلا يا حبيبتي ترتيب الازواج ايه؟ لا عاجبني يا جماعه، حتى الان انتم تتفوقون على انفسكم. تتفوقون على انفسكم؟ ايه ايه الجمدان ده؟ مستر ما شرحش حاجه والعيال بتجاوب. خش على اللي بعده. لا وبص بقى، عشان انا هشرح في الحته اللي بعده دي حاجات مهمه، ما تجيش تقول مستر خير ما قالش. انا نبهتك. المركب ده اسمه ايه؟ مين الذره المركزيه؟ اس. طب ادي الاس. بص بقى، مش الاس عدد الذري 16؟ 2 8 6، يبقى الاس معاها في المستوى الاخير كام؟ 6. اوعى تكون فاكر ان انا هرسم حاجه ومش هقول لك ليه. في الحاله دي قول مستر خالد ده خلاص تراجع. تراجع، ما بيعرفش يقول ليه، بيرسم وخلاص. 2 4 6 قلوب كتير. مستر يعملها كده، مشي. هي كده، هي كده. بص قالت لك البنت، قالت لك عشان الاس ثنائي بس. معلش هي فاهمه، معلش مع احترامنا. طب هي ما شاء الله مستواها حلو، انا على قدي مش فاهم. انا مال انا بهي فاهمه؟ هو احنا بنشرح ليها، هي استاذه وكل حاجه وبنوته شاطره واحنا عارفينها كويس، بس لا احنا عايزين ننزل لمستوى الاقل. طب ليه كده؟ زميلتنا قالت جمله جميله، بص من الاخر، قالت عشان الاس ثنائي. اهلا وسهلا، يعني اهلا وسهلا، وانا عامل لك ايه يعني انك ثنائي؟ قالت لي لا لا انا فاهمك، تعال اقول لك. الذره المركزيه هفهمها لكم دلوقتي، بتجهز الكتروناتها، بتكلم بالبلدي اهو، بتجهز الكتروناتها على حسب هي رايحه ترتبط مع مين. واحده قالت لي هو ايه يا اخويا اللي رايحه ترتبط مع مين؟ هديك ثلاث امثله يفهموك اللعبه دي. اتفرج بقى عشان ما تقولش ايه؟ لا لا لا، احنا لما نحب نتعلم يعني نتعلم صح، ما نتعلمش. شايفين الثلاث مركبات دول؟ هيثبتوا لك كلامي. الثلاث مركبات دول اللي مركز معايا، الذره المركزيه فيهم هي الكربون، صح؟ اتفرج. سي، مش دي الذره المركزيه؟ ان شاء الله رايحه ترتبط بمين؟ الاتش. الاتش اللي تكافؤه؟ خد واحد 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 واحد. ليه وحايد؟ عشان الاتش اللي انا رايح ارتبط بيه وحايد، فكل اتش بتيجي بتشارك بايه؟ فقمت انا مجهزه الكتروناتي، يلا يلا انا ارتبط واحد 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 واحد. صعبه دي؟ نمبر 2 سي. السي رايحه ترتبط بمين المره دي اللي هي قالتها؟ بالاو. الاو اللي معروف عنه بيشارك بكام الكترون؟ فقامت عامله ايه؟ لا والله يا جماعه السي دي ذره جهنميه ملهاش حل. انا نفسي افهم هي ليه حطتهم كده اتنينات حواليها، اتنين هنا واتنين هنا. روح روح، عشان الاو اللي جاي يرتبط بينا بيشارك باتنين، صح؟ فقامت حاطه له اتنين كده واتنين كده. لا ده استنى بقى، ده التالته دي اللي هتخليك بص تقول ايه يا عم؟ ذرات بنت لذينه، الذره المركزيه دي مجنونه. سي الكترون واحد ثلاثه، يا نهار ابيض. يبقى الاربع الكترونات اتوزعوا بايه؟ باربع طرق، مره واحد 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 واحد. طب حد يعرف يقول لي ليه هنا واحد وهنا ثلاثه؟ روح بقى مستر بقى، عشان هي جاي لها من هنا اتش اللي هيشارك معاها، وجاي لها من هنا ان اللي بيشارك بكام الكترون. فهمتوا؟ يبقى الذره بتجهز نفسها على حسب ايه؟ على حسب هي رايحه ترتبط بمين. لو رايحه ترتبط بعنصر احادي، خد يلا واحد واحد، صح؟ طب لو هترتبط بعنصر ثنائي، طب لو هترتبط بعنصر ثلاثي. اتفهمت اللعبه؟ ولذلك الاس هنا 2 2 2. يلا قولوا في كام او هتيجي ترتبط بينا. ادي الاو الاولى اللي بركز معاها على السبوره، هتشارك باتنين. بس هقول معلومه كمان هنا مهمه، والاو هنا هتشارك بكام؟ ادي زوج ارتباط وادي زوج ارتباط. معلومه، لو الرابطه احاديه او ثنائيه احنا مالناش دعوه، يعني اوعي تقولي زوجين ارتباط، ده اسمه ايه؟ زوج، حتى لو رابطه ثنائيه او ثلاثيه، وده اسمه ايه؟
وده اسمه ايه؟ اسمع. كم زوج ارتباط؟ اتنين. كم حر؟ كم محصلة؟ الله ينور عليكم. الشكل الفراغي بنرسمه ازاي؟ بوصل ازواج الارتباط بالذرة؟ يا جماعة بتوع الرياضة ضلعين، يا جماعة ضلعين، يعملوا شكل فراغي ولا زاوية؟ فيسموه عندنا في الكيمياء والرياضة زاوي. اسمه ايه؟ زاوي يعني زاوية يا بطيخة. يبقى ضلعين يعملوا ايه؟ ترتيب ازواج. لا يا بات، مثلث ايه؟ مستوي. مالكش دعوة دلوقتي، قول يلا الاختصار. حلوة، أول مرة تظهر. ايه؟ اكس تو. برافو اللي قال. ايه ده ايه ده ايه ده، اشمعنى ايه المره دي؟ لان احنا معانا اتنين ارتباط وواحد. بس استنوا بقى، هقول سؤال علل وهنرجع ان شاء الله نقوله في اخر الحصه. هنا في كام ارتباط وهنا في كام ارتباط؟ ليه؟ بوركوا. هنا طلع خطي وهنا طلع، فاهمين حاجه؟ مش هما اتنين واتنين؟ انت معاك اتنين وانا معايا اتنين، انت طلعت خطي وانا طلعت، معلش مع التشبيه اهو، مع التشبيه. ليه اللي فوق، همثل ليه اللي فوق طلع كده كويس؟ طب ردوا عليه، ليه خطي هنا؟ لان الذره المركزيه معاها اتنين ارتباط بس، في حر، يتنافران معا حتى تصبح الزاويه كام؟ عندها يكون التنافر اقل فيطلع شكل الجزء ايه؟ خطي. ماشي خطي، صح كده؟ سؤالنا بقى، ليه هنا ما عرفوش يوصلوا كده؟ ممكن اوريها لك بالراحه. بص بص بص، هم اهو في الجزء الاولاني فضلوا يبعدوا اهو اهو، تخيل اهو، في الاولاني فوق لحد ما طلعنا خطي، صح؟ اتفرجي بقى على اللي جاي دي. المره دي انا بقى بمثل الجزء الثاني. اتفرج بيبعد اهو، صح؟ بص بقى، يا رب يفهم. فاهم حاجه؟ هم عايزين يطلعوا بس في حاجه منعاهم. مين اللي منعنا؟ لان الذره المركزيه فوق معاها زوج يتنافر بشده مع ازواج، يبقى الحر ده هيزوق ازواج الالكترونات لتحت، يضغط عليها فيزود الزاويه ولا يقللها؟ ويبقى كده اخذنا قاعده، لما المركب يبقى فيه ازواج حره، الزوايا بين الروابط اللي يحصل لها، وهتشوفها تاني في اخر الحصه. صعبه؟ يبقى تاني، ليه هنا خطي وهنا زاوي؟ بالراحه، هنا لان الذره المركزيه بها ولا تحتوي على ازواج، يتنافران معا حتى تصبح الزاويه 180 فيكون الجزء خطي. صعبه؟ ليه هنا ما عرفوش يوصلوا كده؟ لان الذره المركزيه بها زوج، اسمع بالعربي، يتنافر بشده مع مين؟ مما يقلل الزاويه ولا يزيد الزاويه؟ يقلل الزاويه بين الروابط فيطلع الشكل الفراغي ماله؟ زاوي. اتفهمت رقم ثلاثه؟ كده شرحنا كام جزء؟ تعال الرابع، اتفضلوا. جزء الميسان سي اتش 4، مين الذره المركزيه؟ سي. احسنتم. يلا حبايبي، معاك كم سي؟ معاها اربع الكترونات من سي 6، حواليها اربعه، يترسموا ازاي؟ واحد ولا اتنين؟ واحد اتنين تلاته. ها، رابطه اتش اتش. رد، كم ارتباط؟ ممتازين. كم حر؟ كم محصله؟ شكل فراغي هرم رباعي الاوجه. هرم ايه؟ وهفهمها لكم ليه. وهنا هرم برضو ماله؟ عايز اختصار منكم، والله انتم ممتازين النهارده. ايه اكس ايه؟ أرجو أن هذا الامتياز يكون في كتير من الأحوال. يكملوا بقى كمان مع الامتياز الالتزام بالمعاد والواجبات والكويزات. للي مستغرب أنا قلت ليه هرم رباعي الأوجه، وهفهمك كمان شوية كمان ليه بتحصل. شايفين السي دي؟ اسمح لي بس أحرك إيدي. فاهم حاجة؟ واحدة قالت لي طبعا، وهفهمك كمان شوية ليه. اها، شايف كده ولا مش شايف؟ اهي الكربونه ماسك فيها اتش 2 3 ايه؟ اوعى تقول مربع بقى، ده كده هرم رباعي ليه؟ واحد يقول لك فين الاربع اوجه؟ انا زعلان عليك والله انك مش عارف تشوف الاربعه. ادي وجه، اتنين، حبايب قلبي اللي قاعدين هنا يقولوا لهم في وجه هنا ولا لا؟ والله موجود، مش هم اربع اضلاع؟
اه والله يعمل اربع اوجه، وجه اتنين تلاته وده الرابع. صعبه؟ تعالى كمان مره. جزيء غاز النشادر، غاز مين؟ يلا مين الذره المركزيه؟ ان. ان معاها خمسه في المستوى الاخير مش ان سبعه؟ اتنين خمسه، ارسم الخمسه. حاضر ارسم الخمسه. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، في كام اتش هيرتبطوا معانا؟ ادي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه. ردوا على السؤال الاول، كام ارتباط؟ احسنتم. كام حر؟ كام محصله؟ اربعه. استنيني بقى، مش عايز شكل فراغي بتاع. هتوصلي دول بالذره مين؟ المركزيه. يا خراشي طبعا لو عايز بس عشان تبقى شايف الشكل كويس، دي ما فيش روابط، دي نقط وهميه عشان تفهموا. ده هرم برضو، بس هرم ماله؟ ايه ده؟ ليه المره دي ثلاثي الاوجه مش رباعي الاوجه؟ يلا لو انت مركز، لما كان اربعه اربع اضلاع يعملوا رباعي الاوجه، لكن ده حر ملوش دعوه بالشكل، يبقى هنا ثلاث اضلاع يعملوا ثلاثي الايه يا جماعه؟ ده بالنسبه للشكل الفراغي. ترتيب الازواج رباعي الاوجه، انا عارف ان انا لسه ما شرحتش ولا كلمه على ترتيب الازواج، مالكش دعوه. قول لي الشكل اسف الاختصار. برافو. اي اكس 3 اي. الله ينور. اخر مثال، المويه، الميه، قول الميه اتش 2 او. مين الذره المركزيه؟ مش مستعجل انا، مش الاو 8؟ توزيع الثمانية يا باشمهندس. ارسم السته ازاي؟ واحد تلات أربعة خمسة ستة. اتش هتيجي هنا تشارك بإلكترون، واتش هتيجي هنا تشارك بإلكترون. مستني أسمع، كم حر؟ كم ارتباط؟ كم حر؟ كم محصلة؟ شكل فراغي؟ صح. زوزة صح. زاوي. ليه زاوية؟ ليه يا عم؟ عيب يا عم، يا عم ضلعين بس يعملوا إيه؟ شكل آسف ترتيب أزواج رباعي الأوجه. اختصار AX2. لا أنا شايف إن أنتم معديين، ما شاء الله عليكم. صعب الكلام؟ فهمت إحنا بنعمل إيه؟ أول سؤال، عيل هنا يقعد يستغرب يقول لك طب ليه هنا مثلث مستوي وهنا هرم ثلاثي الإيه؟ فأنا هقول لك على معلومة حلوة، ركز بقى عشان تتعلم كويس. دي ملاحظات بقى، انا وانت هنطلع شويه ملاحظات اهم من الشرح. خلينا في المحصله. اولا المحصله دي اللي هي مين؟ المحصلات كلها عندك، يا اما تطلع يا اما تطلع يا اما تطلع، ده في منهجك. هو في غير كده؟ هبدا الاول اشرح لك هما ليه يا اما 2 يا 3 يا 4 في منهجك في النظريه دي. ليه 2 3 4؟ اقول لك. اقل حاجه لازم يكونوا 2. عارف ليه؟ لان لو مش 2 يا بطيخه مش هيكون في ذره مركزيه، مش هيكون في ذره ايه يعني. سؤال اتش سي ال رابطه واحده، هي رابطه واحده، زوج هو زوج ارتباط بس مش حاجه تاني. دي كده هتجيب اشكال فراغيه. يبقى ابسط حاجه عشان تبدا تعمل الاشكال ان يكون كام ضلع. فاقل محصله عندك كام؟ 2. طب ليه بقى اكبر محصله عندك يا بطيخه 8؟ لان اقصى عدد من الالكترونات بره كام؟ 8 الكترونات. 8 على 2 فيها، يبقى محصلة الأزواج أربع أزواج. فهمتوا ليه إحنا بادئين من أول 2 وواصلين لأربعة؟ أنا بقول في أكتر من كده أحسن حد يقول لي أصل بس خد قال لنا هم أقصى حاجة أربعة، أقصى حاجة عندك. عندك أنت، لكن أنا بعد كده هعلي، أنا بشرح اللي في الكتاب الأول. صعبة؟ اسمعي بقى. لو المحصلة كام؟ أو المحصلة كام؟ دي يا ست الكل بتعمل حاجة اسمها أشكال مستوية، أشكال إيه؟ مستوية. سؤال، عارفين إيه الفرق بين المستوى والفراغي؟ إيه الفرق؟ الأشكال المستوية يا حبيبة قلبي ليها بعدين، طول وعرض. الأشكال الفراغية يا ست الكل ليها طول وعرض. تعالى بقى، لو المحصلة كام أو كام؟ بيدي أشكال منعة؟ فواحدة بقى، أنا هشرح رياضة مش كيمياء، خالد صقر رياضة. فواحد أحرجني، معلش هو من حقه يحرجني، أحرجني وقال لي ليه يعني يطلعوا مستوية؟ هقول لك أنا، لأن إحنا لو اتنين بس ومحصلة الزوايا للشكل المستوي الرباعي الدائري 360 درجة بتاعت الرياضة كام درجة؟ فاحنا 2، 360 قسميهم على الاثنين. جميلة، 180 ده بعد حلو قوي، هيخلي التنافر قليل وبالتالي يبقى المركب مستقر، حلو. طب لو احنا ثلاثة؟ قالت لي سهلة،
لو احنا ثلاثة برضو ال 360 ان شاء الله هيكفونا. 360 على الثلاثة تطلع الزاوية بينا كام؟ وده بالنسبة لنا احنا فعلا تنافر قليل وحالة ايه؟ استقرار. من اول الاربعات يا ست الكل. السؤال بقى هو ليه من الاربعات ما بتبقاش مستوية بتبقى اشكال فراغية؟ هقول لك انا. احنا كام واحد؟ أربعة. اقسمي 360 على الأربعة. 90. برافو عليكم. ال 90 دي كارثة. ليه؟ لأن احنا الأربعة كإلكترونات هنبدأ نتنافر مع بعض. خليكي بقى ركزي. طب والتنافر ده بيعمل إيه؟ اللي عايز يفهم بقى كيمياء ورياضة بقى. كيمياء ورياضة. هيبدأ لا مش بس كده. تخيل الأربعة أزواج دول عمالين يضغطوا كلهم بيتنافروا مع بعض وعايزين يبعدوا. فكلهم يقوموا ضاغطين على مين؟ على الذرة المركزية. فالذرة المركزية سيبهم وتطلع. ليه يا بتاعت الرياضة؟ لأن الذرة المركزية لو طلعت في الفراغ مجموع الزوايا مش هيكون 360. يعني جزيء زي الميسان ده لما هنشوف الزاوية بعد كده كل واحدة ما بين سي و اتش سي و اتش 109.5 قولي 110. يعني الزاوية اللي جنبها 110 كمان يبقى كده 220 وكمان 110 330 وكمان واحدة 440. الزوايا كبرت صح وده هيدينا تنافر أقل واستقرار أكتر. فهمت ايه هتبقى فراغية؟ يبقى أول ما المحصلة تبقى أربعة أزواج يا جماعة محصلة الأزواج دول اللي هم أربعة بيضغطوا كلهم على الذرة مين؟ وتخيل بص إحنا أربعة ضاغطين على الذرة اللي في النص فالذرة تقوم عاملة إيه؟ فهمت هي ليه طلعت لفوق كده؟ وكنا بنقول للتبسيط عشان لو ناس بتنسى سندوتش المربى. ماما عاملة لك سندوتش مربى بالقشطة. حلو. السندوتش ده حاجة من اتنين والله نفس الفكرة عشان بس تفهم لأن في ناس خيالها في الكيمياء واقع شوية. هي يا دوبك حاطه شويه مربى كده بين قوسين ملحسه السندوتش. بص هي معلقه واحده فرقت فايتها على السندوتش كله. حلو. انت لما تيجي تاكل مش هيحصل حاجه. طب مش حاسس اصلا بالمربى، هو اصلا عيش وهي حاطه عليه يا دوبك حته هي فراوله كده محطوطه على السندوتش، مش موضوعنا. ماما الثانيه جابت نص البرطمان وقامت حطاه في السندوتش. كتير، مربى كتير. كل ما بتيجي انت تقطم او تضغط هتلاقي المربى عملت ايه؟ طالعة صح ولا غلط؟ ويقول لك باظص خالص صح ولا غلط؟ ليه بقى؟ ليه؟ ليه نفس الفكرة ايه؟ والله بفهمك بالراحة، ليه بقى باظص خالص؟ ليه باظص خالص؟ لأن هنا كتير مربى كتير، أزواج كتير، الأزواج الكتير بيتنفر بشدة، يلا يلا أوعى، فيقوموا زقين الذرة المركزية تعمل إيه؟ تبظ لفوق، فينتشر في الفراغ، فهمت يا بابا؟ دي أول حاجة، دي ما كانتش جاية في دماغك، أنا قلتها لك، اصبر بس عليا. استنى. اتفهمت اللعبة دي؟ خد بقى الحاجة رقم اتنين اللي عليها بص مئات الأسئلة وحذار إنك تفقد تركيزك. في حاجة اسمها إيه؟ وفي حاجة اسمها إيه؟ من الآخر أي سؤال إن شاء الله لو جاب مليار سؤال أنا بشرح قاعدة عن الشكل إيه؟ تشرح له المركب فيه كام ارتباط وكام؟ يبقى الشكل الفراغي بيتجاب منين؟ من ارتباط حر. هما كام ارتباط وكام حر؟ هو ده اللي يفسر لنا ليه الشكل طلع كده. صعبة؟ يعني استنى تعال رد على ست اسئله. علل الشكل الفراغي للجزيء ده خطي. ليه خطي؟ لان الذره المركزيه بها زوجين ارتباط ولا توجد ازواج حره. طب ده ليه طلع مثلث مستوي؟ لان فيها ثلاثة ارتباط ومفيش ازواج حره. ده طلع ليه زاوي؟ عشان فيها زوجين ارتباط وواحد حر هو اللي عمل الزاويه ضغط عليهم. طب ليه هنا رباعي الاوجه؟ اربعه ارتباط مفيش حر. هنا ليه ثلاثي الاوجه؟ ثلاثه ارتباط وواحد حر. هنا ليه طلع زاويه؟ اصل معاها اتنين ارتباط. يبقى رد عليا انا مش عايز امثله. الشكل الفراغي بيتجاب من ايه؟ الشكل الفراغي اول ما يسالك سؤال في الشكل الفراغي ترد تقول له ايه؟ اصل هي معاها كذا ارتباط وكذا حر. صعبه؟ ثبتنا الشكل الفراغي من ايه؟ بقول لك ايه؟ مركب انت ما خدتوش، ما خدتوش انت. وسالك عن الشكل الفراغي هتقول له ايه؟ هتشرح له هما كام ارتباط؟ وكام حر. صعبه؟ مين دي؟ بغض النظر بقى عن هما كام ارتباط وكام حر، حتى بص المفاجأة. اتنين خطي، تلاتة مثلث، تلاتة أربعة رباعي، أربعة أربعة. فهمت حاجة؟ المحصلة ترتيب الأزواج ملوش دعوة بهما كام ارتباط كام حر. ليه دعوة هما كلهم على بعض كام؟ ماليش دعوة. صعب الكلام؟ يبقى تاني. ايه الفرق بين الشكل الفراغي وترتيب الازواج؟ الشكل بيتجاب منين؟ شكل ترتيبه ايه؟ اسف ارتباط وحر ترتيب ازواج. اتفهمت اللعبه؟ اتفهمت الحته دي؟
استنى بقى، ده في حته كمان. بص البنوته بقى لما تبقى قاعده مركزه، هنطلع قاعده انا وانت بالفهم من غير حفظ. هي بتشاور لي بس، في بنوته كده جميله بتشاور لي مش عايزه تكلمني. معلش يا جماعه اصل مخصماني. متى؟ انا عايز قاعده. امتى يكون الشكل الفراغي هو نفسه ترتيب الازواج وامتى يختلفوا؟ قال لها مستر اي ثينك، اي ثينك حلوه اي ثينك دي. اي ثينك ايه يا حبيبي؟ قالت لي اي ثينك ان الذره المركزيه لو ما فيهاش ازواج حره هيكون ترتيب الازواج بيساوي الشكل الفراغي. عارفين ليه؟ لان المحصله هي نفسها عدد ازواج الارتباط. تاني تاني، احنا عايزين قاعده مش عايزين امثله. مش عايزين امثله، الامثله للفرافير والقواعد للمتمكنين. امتى شكلك الفراغي؟ يعني المركب ده شكله فراغي؟ ترتيب ازواجه؟ ليه شكله هو ترتيبه؟ عشان الذره المركزيه ما فيهاش، والذره المركزيه لو ما فيهاش حره هتكون المحصله هي نفسها. كمان مره، بص 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 تاني اهو. شكلك مثلث مستوي، ترتيبك عشان ما فيش، فتكون محصلة الأزواج بتساوي عدد أزواج الارتباط، صح؟ آخر مرة، ها؟ شكلك هو ترتيب أزواجك، لأن الذرة المركزية ما فيهاش. فهمتوا إمتى المركب شكله الفراغي يبقى هو ترتيب الأزواج؟ لو الذرة المركزية ما فيهاش أزواج، عندها يكون مين بيساوي مين؟ المحصلة بتساوي عدد أزواج. طب استنوا بقى، تعالوا بقى لما نختلف. طب إمتى شكلك الفراغي ما يبقاش ترتيب أزواجك؟ تعالى بقى نخبطك سؤالين علل، ما إحنا بنحل مع بعض على الرسم أهو، عشان مهما جبنا في المذكره مش هنقول كل ده. علل، ردوا. عارفين النشادر؟ بصوا له اهو. علل الشكل الفراغي للنشادر ثلاثي الاوجه بينما ترتيب الازواج فيه رباعي الاوجه. ليه كده؟ شكله الفراغي ثلاثي الاوجه لان الذره المركزيه بها ثلاث ازواج ارتباط وواحد حر. مش سالني عن شكل فراغي؟ يبقى هقول له كم ارتباط وكم حر. بينما ترتيب الازواج رباعي الاوجه. ليه؟ لان المحصله كام؟ كمان مرة، الشكل الفراغي للماء زاوي بينما ترتيب الأزواج رباعي الأوجه. الشكل الفراغي زاوي لأن الذرة المركزية اتنين ارتباط واتنين حر، ترتيب الأزواج رباعي الأوجه لأنها محصلة. كمان سؤال، ليه ترتيب الأزواج للميسان هو ترتيب الأزواج للنشادر هو ترتيب الأزواج للمية؟ لأن المحصلة فيهم هم الثلاثة بكام؟ بأربعة، نفس المحصلة. اتفهمت اللعبة؟ بيبقى الشكل بيتجاب من ايه؟ ارتباط وحر، ترتيب ازواج من ايه؟ طب استنى استنى، امتى شكلي يبقى شكلك؟ لما يكون الارتباط والحر اللي عندك زي الارتباط الحر والحر اللي عندك. طب امتى ترتيب ازواجك هو ترتيب ازواجي؟ لما تبقى المحصله اللي عندك هي المحصله اللي عندي. اتفهمت القاعده ولا تقعدوا تحفظوا امثله برضو؟ اتفهمت الحته دي كويس؟ طب مفهوم دي لحد كده؟ كده احنا شرحنا طريقة الكتاب. الملخص اللي انا هعمله ده، ده اسمه ملخص. الملخص بيجي بعد المذاكرة مش قبل، صح؟ اصل واحد يقول لك ايه، انا عجبني الملخص اكتر من الشرح، ويقول لك انا هذاكر الملخص. ذاكر الملخص، يبقى قابلني لو نفعك. لان لو كان الملخص يغني كنت انا عملت ايه؟ طب ما انا كنت كرويت انا كمان زيك وقلت الملخص. لان الملخص ده اللي انا هقوله لو اتقال بس من غير الشرح يبقى طالب ومدرس تيت. ما انا مش هقول يعني، بس هو يبقى المدرس ده تيت والطالب ده تيت، لان هما الاثنين ما عندهمش ضمير. انا بقى هقول لك بعد ما تخلص تلخص. بعد ما ايه؟ بينهما ايه دول؟ بينهما ايه؟ تام ولا ناقص ده؟ تعال يا اخوي، هو ده اللي انت فالح فيه. بص بقى، انا هلعبك لعبه ملهاش حل. ايه ده؟ من غير ما تبص هناك. المحصله يا اما اتنين يا اما ثلاثه يا اما ايه؟ بص اللعبه الحلوه دي وهفهمك ليه. هيبقى قلب اللي مركز، المحصله دي اللي هي مجموع حاجتين. لا اسمع المعلومة اللي أنا هقولها وهقول لك ليه كمان بقولها كده.
سيادتك بقى بتمسك المحصله دي توزعها لارتباط وايه؟ بس في قاعده بتحكمك وانت بتوزع ارتباط وحر، ان لازم دايما يكون الارتباط اكتر من الحر. ايه ده يا مستر؟ ما ينفعش مركب يبقى الحر بتاعه في الذره المركزيه اكتر من الارتباط؟ مش يلا من هنا. الحر لو كتير يعمل عدم استقرار، لان الحر بيعمل تنافر كبير، نسيت ولا ايه؟ وبالتالي يبقى القاعده اللي بتحكمك بس وانت بتوزع ان لازم مين اكبر من مين؟ واقصى حاجه ممكن تحصل ان هما يساووا بعض، اما حته ان يبقى الحر اكتر من الارتباط صفر. الاثنين اللي كان مركز معايا ملهاش غير تقسيمه واحده عشان يطلع فيه اشكال، لان واحد واحد ما ينفعش، ادي اثنين وايه؟ التلاته دي تبعا للقاعده اللي انا قلتها، يبقى ليها تقسيمتين، ثلاثه صفر، اهم حاجه الارتباط يبقى اكتر من الحر، واثنين كام؟ طب اللي مركزين في كلام ليه ما ينفعش واحد اثنين؟ لان لازم مين اكتر من مين؟ الأربعة دي كده ليها ثلاث تقسيمات، أربعة صفر، أربعة ارتباط وما فيش حر، وتلاتة ممتازين. طب ما ينفعش واحد وتلاتة؟ يا جماعة ركزوا، واحد وتلاتة. طب ليه ما ينفعش؟ اتفهمت اللعبة؟ تعالى 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 بعد المحصلة، عايزة تجيب الشكل يا بتة. يلا يا بتة، هو الشكل الفراغي بيتجاب منين؟ كام ارتباط كام حر؟ اتنين ارتباط وما فيش حر، خطي، برافو اللي بترد عليا. تلاتة ارتباط ومفيش حر، مثلث مستوي. اتنين ارتباط، اتنين ارتباط وواحد بيضغط عليهم زاوية، زاوي. أربعة مفيش، رباعي. تلاتة وواحد، ثلاثي الأوجه، رباعي الأوجه، ثلاثي الأوجه. اتنين اتنين، اتفهمت اللعبة؟ بص أنا مركز فين؟ ترتيب صح؟ ترتيب أزواج، عناية فين؟ ايوه كده. محصله كام؟ خطي. محصله كام؟ مثلث مستوي. اللي بعدها محصله كام؟ ثلاثة برضو، ثلاثة اثنين واحد، مثلث. أربعة رباعي الأوجه، أربعة أربعة. مجهود كبير والله يا مستر في الملخص. اختصار A X 2 اللي بعده A X 3 اللي بعده A X 2 E اللي بعده A X 4 اللي بعده A X 3 E اللي بعده A X 2 E 2. وده كل اللي احنا شرحناه. ما هي حلوة يا حاجة، ما انا عارف انها حلوة، بس الفكرة في المذاكرة صح. الأول لازم تذاكر كده وتبذل مجهود وتقعد ترسم وتتعب عشان إن شاء الله كده ربنا يبارك لك في معلومتك، لانك قعدت تعملها وتكتبها بايديك وترسمها وعندك ضمير واشتغلت فقعدت، فربنا سبحانه وتعالى اطلع عليك فوجدك حيث ايه؟ حيث امرك. هو وجدك فين؟ تطلب العلم فيمن عليك بالعلم. لكن هو بقى يجدك حيث نهاك وتقول لي يمن عليك بالعلم، يمن عليك ليه؟ ولذلك كان من اقوال الصالحين كده، ان من عمل الصالح عشان تتاكد انك بتعمل عمل صالح، ان ايه؟ ان يجدك الله حيث ايه؟ حيث امرك، وان يفتقدك حيث نهاك. يعني ايه يفتقدك؟ ما يلاقيكش في الحته اللي هو نهاك عنها. لكن احنا ما شاء الله، احنا ربنا سبحانه وتعالى غالبا بيطلع علينا فيلاقينا في الاماكن اللي هو نهانا عنها، والحتت اللي امرنا ان احنا نكون فيها ما يلاقيناش، مش موجودين. ركز يا بابا، اتفهمت دي؟ استنى بقى، من ملخص دي عندنا مقارنه مهمه قوي هيطلع منها استنتاج، مع ان الاستنتاج واضح. كتاب المدرسه جايب مقارنه بين مين؟ ميسان ونشادر ومين؟ والله يا ابني انت ممكن في دقيقة تخلص الكلام، بس استنى. سي اتش 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 مش أربع روابط؟ إن معاها كام رابطة؟ رابطة اتنين تلاتة يفضل زوج حر، يكملهم تمانية. الأو رابطة اتنين ويفضل معاها كام زوج حر؟ حلو. تعالى هنا كام ارتباط كام حر؟ أدي ارتباط، بنرجع مع بعض، كام حر؟ أربعة ارتباط صفر حر، كام ارتباط كام حر؟ كام ارتباط كام حر؟ طبعا لو قال لك الاختصار، ما هو الاختصار 2 2 اسف، لو قال لك الاختصار AX4 AX3E AX2E2، خد المفاجأة دي بقى وهنطلع استنتاج. جم العلماء يقيسوا الزوايا بين الروابط، فطلع في الميسان 109 ونص كم؟ بينما طلع في الباشا ده 107 كم؟ بينما هنا طلع 105. فظهر سؤال بيقول لك علل، طب ما هي المحصلة هنا أربعة والمحصلة هنا أربعة والمحصلة هنا إيه؟ ليه الزاوية هنا كانت أكبر ما يمكن اللي هي 109 وإيه؟
على فكره ثواني بس، احنا هنا كنا مستنيينها 109.5 بس فوجئنا انها كام، وهنا برضو كنا مستنيينها والله المفروض 109.5 طلعت كام. نبدا بالسؤال الاول عشان نطلع قاعده واستنتاج. علل الزاويه بين الروابط في النشادر اصغر من المثال، ليه هنا قلت؟ لان الذره المركزيه بها زوج اللي كان مركز يتنافر بشده مع ازواج، فيعمل ايه في الزوايا؟ فيقلل الزوايا بين الروابط. طب ردوا بقى على دي، بص مكانها فين تتشرح. طب ليه هنا الزاويه طلعت اقل من 2؟ لان الذره المركزيه بها كام زوج؟ زوجين من الازواج الحره يتنافران بشده مع ازواج الارتباط، ها، مما يقلل من قيم. وهنا هرد على استفسار للاسف بيجي في دماغ بعض الطلاب، هو مكانه هنا يظهر، واحد يقول لك ايه ده، هو مش في زوج حر فوق وزوج حر تحت؟ تبقى الزاويه 180. ده لانه هو شايف الشكل على المسطح، لكن الكلام ده مش حقيقي. انتوا عارفين الازواج الحره دي بتكون فين؟ ما بيكونش واحد فوق واحد تحت. انا الذره المركز، انا الاو اهي، دول الاثنين الارتباط. فين الاثنين الحر؟ انا الذره المركزيه اهو، زوج هنا والتاني في ظهري هنا، فاهم؟ هي مش مسطحه، هي في الفراغ. فهو لما بيبص على الرسمه يقول لك يا عم خلي الصور ده تعبان، طب ما واحد فوق وواحد تحت يلاشوا بعض فتطلع دي 180، صح؟ ده لان انت كيوت. هي اصلها ان الاو بتكون كده واثنين كده واثنين كده ويعملوا شكل ميكي ماوس كده. بص يا خرابي يا جميله خالص، تقوم راسم كده بقى وفرحان كده، ودول زوجين الايه؟ الارتباط. فهمت انت كده؟ يبقى الازواج الحره دي بيكون واحد فوق وواحد تحت، ولا واحد قدام وواحد ورا كده؟ بيكونوا بعاد عن بعض، بعاد عن بعض اقصى بعد، بيكون واحد كده والتاني كده، هما الاثنين فوق بيضغطوا على ازواج الارتباط فيخلي الزاويه كده. عايزين قاعده، يبقى القاعده بقى حبايبي اللي مركزين، كلما ها زاد عدد الازواج مين؟ الحره. برافو عليكم. كلما قلت كده، انا معايا ناس مركزه، الزوايا بين ايه؟ بين الروابط. الزوايا بين الروابط تقل. اتفهمت المعلومه؟ اتفهمت؟ اتفهمت اسئله علل؟ ويبقى للمره الاخيره، الشكل الفراغي بيتجاب منين؟ حر وارتباط. ترتيب ازواج بيجي منين؟ امتى الشكل الفراغي بيساوي ترتيب الازواج؟ لو ما فيش ازواج حره يعني المحصله قد عدد ازواج الارتباط. اتفهمت؟ طب عندنا بقى كمان سؤال علل خطير قوي، خطير قوي. علل لما ياتي. ثاني اكسيد الكربون، ثاني ايه؟ مركب، انتبه، غير قطبي. يبقى ثاني اكسيد الكربون ماله؟ نون بولر كومباوند، بالرغم من احتوائه على رابطتين قطبيتين. يا حبايب قلبي انتبهوا للسؤال ده. انا بنبه، بص، من اكتر الاسئله اللي بتيجي، والله من اكتر الاسئله اللي بتيجي. انا نبهت اهو، الحق بص. والعيل اللي مش مركز للاسف بيروح يجاوب اجابه الحصه اللي فاتت اللي هياخد عليها صفر لانه ما انتبهش للشغل وما عملش شغله بضمير. انا قلت ان هو مركب ماله؟ المتسرع هيقول لك لان فرق السالبيه فيه لا يزيد عن 4. يلا يلا روح روح، فرق السالبيه بواحد. روح روح موت. اقرا السؤال كويس، بيقول لك ان المركب ماله؟ على الرغم ان هو فيه، ودي يا جماعه اول مره تحصل. انا اسمع ان المركب لو فيه روابط ايونيه يبقى اسمه مركب ايوني، صح؟ ولو فيه روابط قطبيه يبقى المركب المفترض كده. ده هو بيأكد لك بقى المركب هو اللي مش، على الرغم ان في كام رابطه قطبيه. هفهمك ازاي تبقى الروابط قطبيه والمركب هو اللي مش قطبي، هتفهم دلوقتي. بس يلا نرسم في الاول. سي الذره المركزيه معاها كام الكترون في غلاف التكافؤ؟ معاها 4. ما هو السي 6 2 4. هترسم الاربعه 1 1 1 1 ولا 2 2؟ وقول لي ليه. ما شاء الله عليك، 2 2، لان الاو اللي جاي يرتبط بذره الكربون ثنائي. احسنتم حتى الان، ربنا كده يبارك في اعماركم. ادي اوهاية هتيجي تشارك هنا ب 2 الكترونز، صعبه؟ خد يا ولا خد خد. وادي الاو الثانيه هتيجي تشارك هنا بايه؟ حلو الكلام لحد كده؟ لحد كده حلو؟ طب يلا خد الارقام اهي بالتقريب. الاو ده سالبيته تقريبا 3.5، 3 وايه؟ السي دي سالبيتها 2.5. فرق السالبيه كام؟
واحد. قطبية دي ولا مش قطبية؟ قطبية. الرابطة، أنا بتكلم عن الرابطة، الرابطة دي مالها؟ لأن فرق السالبية أكبر من وأقل من، مش ده اللي إحنا أخدناه؟ والله العظيم رابطة قطبية. طب ما هي الأو دي 3.5 والسي دي بكام؟ فرق السالبية بكام؟ قطبية ولا مش قطبية؟ يبقى أولا دي اسمها رابطة تساهمية قطبية ودي رابطة تساهمية إيه؟ حلو، يبقى بيه رابطتين مالهم؟ أدي أول حاجة أثبتها لك إنها صح. وعلى الرغم من ذلك فإن المركب ماله؟ نبدأ. هو المركب شكله إيه؟ خطي؟ ما أنا رسمه أهو. مركب شكله إيه؟ يبقى بداية كلامنا، بما أن المركب شكله الفراغي خطي، لينير، لينير خطي. حلو؟ فإن قطبية الرابطة الأولى تلاشي قطبية الرابطة الثانية. واحدة قالت لا الجملة دي مش فاهمها، لأنك بطيخة مش مذاكرة فيزياء. هو أنا لما أقول كده مشينا كده 3 متر، يبقى مشينا كده إيه؟ سالب 3 متر. فلو القطبية هنا فرق السالبية بواحد، يبقى الناحية الثانية تعتبر، والسالب دي مش مقدار، السالب ده اتجاه. يبقى قطبية الرابطة الأولى بتلاشي قطبية الرابطة، فتكون محصلة عزم الإزدواج القطبي. بيسموها إيه يا حاجة؟ محصلة عزم الإزدواج القطبي. محصلة العزوم يعني أجمع فروق السالبية عندك، فتكون محصلة عزم الإزدواج بكام؟ بس. وبكده يطلع المركب مش قطبي. يبقى استنى، يبقى حتى لو الروابط قطبية بس محصلة عزومها بكام؟ يطلع المركب غير. يبقى نبدأ من الأول تاني. تاني، ليه المركب ده غير قطبي رغم ان دي قطبية ودي قطبية؟ يبقى اول حاجة، بما ان الجزء ماله خطي. اسمع، فان، ها، قطبية مين؟ فان، مش سامع حاجة، ما بيقولوش. فان قطبية ايه يا جماعة؟ هو كلام صعب ولا ايه؟ المركب خطي، فان قطبية الرابطة الاولى تلاشي قطبية مين يا بابا؟ تلاشي قطبية الرابطة الكام؟ تلاشي قطبية الرابطة الثانية. اسمع دي، فتكون، ها، محصلة، اسمها ايه بقى؟ محصلة عزم الازدواج القطبي. محصلة ايه؟ بتساوي كام؟ ويبقى كده في معلومة أول مرة ناخدها، عشان المركب يطلع قطبي لازم شرطين مش شرط واحد. أولا إن الروابط تكون قطبية، إن الروابط تكون ايه؟ وان محصلة العزم ما تساويش. يبقى استنى، شرط القطبية شرط ولا اتنين؟ شرط عشان انت تكون مركب قطبي، اولا ان تكون الروابط فيك قطبية، اتنين ان تكون محصلة العزوم لا تساوي. طب بقول لك ايه، لو انا الروابط بتاعتي تساومية بس محصلة العزوم بصفر، هعمل ايه؟ يبقى انا مركب غير قطبي والروابط هي اللي ايه؟ يبقى الروابط قطبية بس انا مركب غير. اتفهمت؟ ويبقى استنى استنى، ثاني اكسيد الكربون مركب ايه والروابط ايه؟ مركب غير قطبي. طب استنى استنى، يجي يسالك في الامتحان الروابط، الكلام واضح اهو، في سي او 2 مالها؟ لا ما تشتغلنيش، انا عارف هو بيسال عن الروابط ولا المركب. لو سالني عن المركب لا، نون بولر كومباوند، مركب غير قطبي. طب الروابط بولر قطبيه، الروابط قطبيه اهي، لكن المركب غير. خد بقى كمان اخر حته، انت راجل حبيبي. يبقى هنا في رابطه قطبيه في الاتجاه ده صح؟ تلاشي قطبيه الرابطه الايه؟ الاخرى. ده كده يا جماعه بيسموه دايبول افكت، ثنائي القطب، عزم ثنائي القطب. ثنائي القطب هنا طلع محصلته بكام؟ لان انت لو بواحد انا هفترض الثانيه بكام؟ فيطلع محصله العزوم بكام؟ اسمع بقى المعلومه دي كمان عشان هتلاقيها مكتوبه كده في كتاب الامتحان بس مش شارح حاجه. بص يا سيدي، الكل الاودي بتسحب الكترون من هنا فيظهر عليها شحنه، والاودي بتشد نفس زوج الالكترونات فيظهر عليها شحنه، بينما يظهر على السي موجبه. بس هنا ثواني، هنا يستغرب الطالب، مش هقول لك موجبتين جزئيتين، لا واحده. هقول لك ليه، هما الاثنين بيعملوا على سحب الكترون واحد، بس الالكترون ده عشان تتخيل المنظر بيكون عامل ازاي، دي تشده شويه، فاهم حاجه؟ يقعد عندها تستحوذ عليه ويقوم راجع لمين؟ يرجع كده بص، ويقوم رايح لمين؟ للاودي، ويقوم راجع لمين؟ ويقوم رايح لدي. فاهمين حاجه؟ يبقى هو زوج واحد، فبتظهر لدي جزئيه سالبه وعلى السي بيظهر شحنه جزئيه مالها. يبقى ذره الكربون في جزيء ثاني اكسيد الكربون يظهر عليها شحنه،
موجبه جزئيه بسبب ان في زوج الكترونات او في الكترون بيسحب بعيدا عنها، يعني يستحوذ عليه. مين اللي بيستحوذ عليه؟ الاول اتنين او دول كل واحده بتستحوذ عليه شويه، وبالتالي كده هي عليها شحنه موجبه. مالها يا جماعه؟ موجبه جزئيه. ويبقى ثاني اكسيد الكربون مركب غير قطبي، والرابطتين قطبيتين، لان قطبيه الرابطه الاولى تلاشي قطبيه الرابطه، فتكون محصله العزوم كام؟ محصله عزم الازدواج بصفر. اتفهمت دي كويس؟ اسمع يا حبيب قلبي، مقدمه بس يا جماعه، هناخد مقدمه النهارده للنظريه رقم 3، عشان الحصه الجايه ان شاء الله هناخد النظريه مع بعض الثالثه والرابعه كلهم، ونبقى خلصنا الرابطه. لا ده احنا الحصه الجايه ان شاء الله عشان تبقوا عارفين هناخد التساهميه، وهناخد معانا كمان الرابطه مين؟ التناسقيه. ويبقى اخر حاجتين اللي هما الهيدروجينيه والفلزيه مع الحصه المراجعه بتاعه الباب. اسمع يا بابا، النظريه الثالثه يا جماعه عندنا، صوت يا استاذ، اسمها نظريه رابطه التكافؤ. نظريه ايه؟ اسمع المقدمه اللي هي اسهل ما يمكن، بس استنى كده، مقدمه تاريخيه بسيطه. وهنا هسالكم سؤال، لما اشوف فاكرين من الترم الاول ولا بطيخ؟ بس انا عارف ان في هنا ناس رايقه. سؤال، الكتاب هنا بيقول يا جماعه وضعت هذه النظريه، دي قبل ما اقول نصها، بس وضعت هذه الايه؟ بعد تغير النظره للالكترون. ايه ايه النظره لمين؟ والله جميل، انا اللي انا سامعه ده جميل. انا 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 بسمع هنا يا جماعه نغم موسيقي يطرب الاذن ويشنفها، كانت بتتقال في العربي زمان. انتوا حاليا يطرب الاذن بس. ايه؟ عارفين ايه اللي يطرب الاذن؟ مين بيعطي جرس موسيقي في ال بس؟ جناس. وايه تاني؟ وحسن التقسيم. الله، ايه انت كويسه في العربي. انا خليك تذاكر عربي كويس. فهنا البنوته اول ما قلت لها تغير النظره للالكترون، في واحده قاعده تقول لك هو ايه يا اخويا اللي تغير النظره للالكترون؟ واحده هبله ثانيه تقول لك ايه هو يا اخويا حد شافه لحد دلوقتي؟ نظرتين اللي احنا، روح ذاكري روحي. زميلتك اول ما سمعت النظره قالت لي من انه مجرد جسيم مادي سالب يدور في مدار محدد وثابت كان اسمه مستوى بور. دي نظره بور صح؟ الى انه جسم مادي سالب له خواص موجية يدور في منطقة من الفراغ تسمى الأوربيت أو السحابة الإلكترونية. بص ملخص الرغي ده، ملخص الرغي، أنا أقوله أه وأشرحه بس أقول لك ملخصه. يعني النظرية دي اتحطت بعد اكتشاف الأوربيتالات. ما هو ده ملخص الكلام؟ بقول لك اتحطت بعد ما اتغيرت النظرة للإلكترون. من إنه كان مجرد جسيم سالب بيتحرك في مدار محدد وثابت اسمه مستوى الطاقة، إلى أنه يدور في منطقة منين؟ من الفراغ، يزداد فيها احتمال وجوده. كانت هذه المنطقه يا ست الكل بتسمى ايه؟ اوربيتال او سحابه ايه؟ حتى انت هتفهمي من نص النظريه، على فكره ده مش نص النظريه، ده تفسير النظريه. النظريه بتقول اسمع كده، تنشا الرابطه التساهميه، تنشا ايه؟ اسمع كويس، تنشا الرابطه التساهميه من تداخل اوربيتال من ذرة، من تداخل ايه؟ به الكترون مفرد، به ايه؟ مع اوربيتال من ذرة اخرى، مع اوربيتال من ايه؟ به الكترون مفرد. قبل بس ما ابدا اشرح اول مثال، يبقى يا جماعة انا بتكلم على اللي بيفهم برضو لغة عربية، يبقى مين يا جماعه الالكترونات اللي ليها القدره على تكوين روابط؟ هل اي الكترون؟ لا والله ابدا. اقرا نص النظريه، اللي يقدر يكون روابط تساهميه اوربيتالات بها الكترونات مالها؟ يعني استنى كمان من قبل ما اطبق، يعني انا ذره، انا معايا الكترون مفرد واحد، اعرف اعمل كام رابطه تساهميه؟ واحده. طب انا معايا اثنين الكترون مفرد، اعرف اعمل رابطتين. طب لو انا معايا ثلاث الكترونات مفرده، يبقى انا بعرف تبعا للكلام ده، بعرف في النظريه الذره دي بتعرف تعمل كام رابطه ازاي؟ من عدد الالكترونات مين؟ المفرده. صعب الكلام؟ طب ما تيجي نجرب كده مثال ونفهم. بيقول لك هنشرح اتش اف، اتش ايه؟ مش عايز اثبت لك ان النظريه صح لحد دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، اتش 1 1 اس 1 اللي مذاكر صح انا؟ مين ده يا ست الكل؟ سامعك يا حبيبه قلبي اللي قلت هند، ربنا يبارك في عمرك.
طب ما تجيب لنا دي هوندي كمان. هات لي بس كده مستر. يا مستر ده انت تؤمر. الكلام ده كله اخذناه فيما مضى، ولكن يقول لك ايه، ناس تقول لك ذلك مضى من العصور وانقضى، فملوش لازمه بقى، اللي فات مات مستر وكبر دماغك. مش 9 الكترونات؟ 1 اس في 2 1 2. طب 2 اس 1 2. طب 2 بي 1 2 3 4 5. مش هما 9؟ 2 4 والخمسه اللي فضلوا هنا اهم. ولد طبعا انت عارف ان ده كان اسمه بي اكس وده كان بي واي. سؤال، ذره الهيدروجين معاها ايه؟ اسمع، اوربيتال به الكترون مفرد، وذره الفلور معاها اوربيتال به الكترون هيتداخلوا مع بعض فتنشا الرابطه التساهميه. يبقى الرابطه التساهميه نشات بينهم ازاي؟ اسمع، من تداخل اوربيتال من ذره به، يا جماعه انطقوا عدل، اوربيتال من ذره به مع اوربيتال من ذره اخرى به الكترون. ده استنى، مش بس كده، ده مستر خالد بيضحي. ده ايه ده بقى يا اخويا؟ الورده اللي المستر ده بيشرحها، هو ايه الفراغ ده؟ ساب الكيمياء وقرر يخش فنون تشكيليه. معلش يا اخويا، طبعا ده الاوربيتال ده اللي هو بي، بي ده اللي هو كان بي اكس. حبايب قلب اللي مركزين على السبوره، هو مين فيهم اللي هيعمل الرابطه مع الهيدروجين؟ البي زد، لان هو اللي معاه الكترون ايه؟ هيجي له يا حبيبه قلبي اللي مركزه على السبوره 1 اس اللي جاي من الهيدروجين. بص بقى لما البنت تبقى مركزه، في واحد يبقى قاعد يقول لك هو ايه يا اخويا الورود دي؟ وليه هنا رسم دايره؟ لا تقول له روح ذاكر. ده الاوربيتال بتاع ايه؟ 1 اس، كان شكله كروي متماسك. هيتداخل مع بي زد من ذره الفلور. انت بطه كان معاكي الكترون مفرد وانا كمان كان معايا الكترون مفرد، بصي بطه نزود مع بعض، يا خرابي، فانت تستقر وانا استقر. يبقى سؤال، كيف نشات الرابطه التساهميه؟ اسمع، من تداخل اوربيتال من ذره به الكترون مفرد مع اوربيتال من ذره اخرى به. لا ده استنى بقى كمان اعلمك حاجه عشان الحصه الجايه. طب معلش يا مستر، تبع النظريه دي، انا بشرح النظريه. هي ليه الاكسجينه، معلش مع اني عيب اقول الاكسجينه دي، هي ليه يا مستر الاكسجينه بتعمل رابطتين بس؟ روحي يا باتا بصي وزعي كده 1s2 2p4، وامسكي يا حبيبتي كده ووزعي تبعا لقاعده هوندا، هتفهمي هي ليه هتعمل رابطه. تخيل طلع كلام خالص صقر صح، يبدو ان هو صح مش صح. 4 1 2 3. سؤال، معانا كام اوربيتال بيه الكترون مفرد؟ وعشان كده زي ما احنا بنشوف ذره الاكسجين تقدر تعمل كام رابطه تساهميه؟ عشان معاها 2 مفرد. طب معلش يا جماعه، النيتروجين، معلش ليطمئن قلبي، 1s2 2s2 2p3. ها 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 ها. قالت لي عيب عليك عيب عليك، 3 الكترونات مفرده. صح انا كده؟ وبالتالي النيتروجين لما كان بيخش في التفاعل بيقدر يعمل كام رابطه؟ اتفهمت دي؟ يبقى للمره الاخيره عشان لما نكمل المره الجايه، تنشا الرابطه التساهميه ازاي؟ من تداخل اوربيتال من ذره به الكترون مفرد مع اوربيتال من ذره اخرى به الكترون مفرد. اتفهمت دي؟